تعيد شكرا لضيفتيه محللتينا الكريمتين كابتن نجلاء فوزي كابتن ساره طلعت. اذا هي القمه، اولى مباريات وقمه مباريات الدور نصف النهائي من بطوله كاس مصر للكره الطائره سيدات موسم 2020 2021. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا عبر شاشه الاهلي في كل مكان، عشاق ومحبي الكره الطائره المصريه، نجدد التحيه. لقاء يتجدد معكم في اطار اولى مباريات وقمه مباريات الحسم لاولى تذاكر العبور لفاينل لنهائي كاس مصر للكره الطائره سيدات موسم 2020 2021. هذا الموسم الاستثنائي، ولكن في الاخير يبقى الاهلي باحث عن الالقاب والارقام. بطل الدوري اليوم في مواجهه رابع الدوري، والبحث جاري عن تذكره العبور الاولى زي ما قلنا للدور النهائي من بطوله كاس مصر، في ظل انه نصف النهائي الثاني هيجمع الليله نادي الزمالك بنادي الصيد. وباذن الله وعلى الاغلب، مش عايزين نحرق لكم النتائج، لكن ان شاء الله الاهلي يتفوق، وعلى الاغلب الصيد قد يكون ليه الاغلبيه في مباراه نصف النهائي الثانيه. هنشوف الشغل اللي هيكون موجود على ارض الملعب والفكر والشغل التكتيكي المعمول به على ارض الملعب فيما بين الكابتن حمدي صافي المدير الفني للنادي الاهلي ونجمات النادي الاهلي، على جانب الاخر الكابتن ماجد مصطفى المدير الفني لنادي سبورتنج السكندري، واللاعبات الموجودات في تشكيله نادي سبورتنج السكندري في هذه المباراه. ظهور لكبير الكره الطائره المصريه وكبير الكره الطائره النسويه الافريقيه والعربيه والعالميه بالارقام والانجازات والجماهيريه، النسر الاحمر النادي الاهلي في مواجهه نادي الاسكندريه الرياضي سبورتنج هنا. وبالمناسبه انه الاثنين المديرين الفنيين على الخطوط من ابناء النادي الاهلي ولعبوا مع بعض، سواء كان الكابتن ماجد مصطفى احد نجوم صناعه اللعب في النادي الاهلي في الزمانات، والكابتن حمدي صافي بالتاكيد في جيل كان تقيل جدا في عالم الكره الطائره على مستوى الرجال. واليوم قصص اهلاويه في عالم الكره الطائره المصريه بتشيل، سواء كان اسم النادي الاهلي في عالم الكره الطائره النسويه او حتى اسم سبورتنج السكندري. مباراة مهمة في وجود أي حمدي الشامي وندى وليد ومروة مجدي، ناتاليا فرنانديز البرازيلية، دانا شوقي، مريم متولي، ونهلة سامح، شروق فؤاد، مايا ممدوح، سارة أمين، ونرمين المنشاوي، رحمة المهندس، مي غزال، ملك مرجان، وسلمى سعد، فريدة الحناوي. وكمان هقول لكم في بعض اللعبات اللي دخلنا على التشكيلة، في ظل أنه زي ما احنا عارفين فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي ثنائي في الخارج للمشاركه في التصفيات الاولمبيه على مستوى كره الطائره الشاطئيه للسيدات ومشاركات اخرى، ومن ثم يغبنا وتحديدا فريد العسقلاني وتاثيرها على مركز ثلاثه او سنتر النادي الاهلي. لكن اللي موجود يسد وكالعاده يهد اي حد في لعبات او من لعبات مركز ثلاثه، في وجود طبعا نرمين المنشاوي ومي غزال ايضا بتلعب في السنتر، و لعبات كثيرات يوجدنا فن التعامل مع مثل هذه المباريات. وبالمناسبه انه المواجهات التاريخيه في هذا الموسم موسم 2020 2021 3-0 للاهلي رايح جاي في الاسكندريه وفي القاهره. سبورتنج في وجود سندس عطيه ولينا طارق وكاتانيا مدينة العصراء الكوبيه اللي موجوده فيها تشكيله، ندى قره وساره طارق وياسمين سراج وسلمى عصام، ملك شاهين، فرحه عباس، فرح مدحت وردة، طبعا نجلة الكابتن مدحت وردة وشقيقة لاعب باوك سالونيك عمرو وردة النجم طبعا لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، وليلى محفوظ وهدير كمال وهند نبيل، بسمة وليد يمنى أيمن، عائشة حاتم، ولاء عصام، ورزان ياسر. ده بالنسبة للتشكيلة والسكواد الكامل لنادي سبورتنج. والفريقين زي ما قلنا سبورتنج لا يعاني من أي غيابات، بينما النادي الأهلي عنده غيابات وغيابات مؤثرة كما ذكرنا في وجود لاعبة فريدة العسقلاني إلى جوار دعاء الغباشي في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، ومن ثم يغيبنا عن هذه المباراة. وكان طلب أنه المباراة تؤجل، لكن الاتحاد المصري أو اللجنة المؤقتة التي تدير الأمور الاتحاد المصري للكرة الطائرة بقيادة الدكتور سامح حمدي أكدت على لعب المباريات في موعدها، والختام بإذن الله النهائي هنكون معكم فيه إن شاء الله في وجود النادي الأهلي كطرف من طرفي النهائي يوم الاثنين القادم بإذن الله في صالة الشرقية للدخان. حكم المباراة الأول النهاردة هو الكابتن علي جوهر، حكم الثاني حكام دوليين طبعا الكابتن جمال عبد الناصر، مسجل كابتن محمد عبد الرازق، الكابتن منت الله عبد الله المساعد للمسجل، ومراقب الخطوط خالد شاهر وعبد الرحمن ناصر ومحمد علي فؤاد وإسراء وفائي. ده بالنسبة لمراقبي الخطوط وحكام المباراة الذين يديروا هذه المباراة تحكيميا، في وجود طبعا عضو اللجنة العليا للحكام الكابتن منير عطية كحكم عام لهذه المباراة. ننتظر شارة البداية لأحداث الشوط الأول من المباراة زي ما قلنا منتظرة، وهي القمة بالنسبة لمباريات أو مباراتي دور نصف النهائي في كأس مصر
في هذا الموسم موسم 2020-2021. ودايما سبورتنج بيكون في السكة من المباريات المهمة بالنسبة للنادي الأهلي والتقيلة وبتستفز أو أداء لعبات سبورتنج يستفزوا لعبات النادي الأهلي ومن ثم يخرجوا أفضل ما لديهم. لكن النتيجة الطبيعية والمنطقية 3-0 للنادي الأهلي هو الوحش غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش، أو بالأحرى اللي واجهه فعلا ما نجحش في هذا الموسم، لأنه في الدوري في ريجولار سيزون في مرحلة التتويج 22-22 بعلامة كاملة وصدارة عن جدارة للقب الدوري في هذا الموسم. بداية الدوران والإرسال مع شروق فؤاد، واستقبال ضعيف من الفيرست تايم نرمين المشاوي، لكن تترد الهجمة أهلوية، وهنا في محاولة الضرب من أي حمدي أوبوزيت النادي الأهلي، والضرب هنا الكروس، لكن ديفنس رائع من أهلا سامح، تعدي من الفيرست تايم، محاولة للإنقاذ ناتاليا فرنانديز، تعدي سهلة، ترانزيشن انتقالي، تحدي ورالي في أولى نقاط المباراة، لسه اوت اوف سيستم، مش مرفوعه من البصير من نرمين المشاوي، لكن بتعرف ترفع بجر او صابع، كره وحشه بره، اعداد سلبي كان امامنا من جانب ليلى محفوظ معد نادي سبورتنج السكندري علشان بعد ترانزيشن انتقالي يكسب اول نقطه ويظهر فعليا على ارض الملعب النادي الاهلي في اولى اشواط المباراه. واحد لا شيء، الافضليه اهلاويه على ارض الملعب، ولسه بدري قلنا واقعيا ومنطقيا 3 لا شيء، الاهلي يتفوق باريحيه، لكن الحفاظ على التركيز وتقليل الاخطاء. السيبال امامنا، اعداد ليلى محفوظ، الضرب في حائط الصد، شروق تحاول، ما كانتش بتاعتها الكوره دي، لانه اللي كان مغطي في مركز واحد نهله سامح عبد القادر كابتن وقائد النادي الاهلي، واللي كان ليها دور في الكفر خلف حائط الصد، لكن تدخل شروق ما كانش في مكانه، وتطلع الكوره الى خارج حدود الملعب. اولى نقاط سبورتنج على ارض الملعب في هذه اللحظات، 1-1. كوره اعداد ضرب حائط الصد والى داخل الملعب الاهلاوي، بلوك معمول في وجود امامنا هنا لكاتانيا مدينة، اللاعبه الكوبيه العصراء اللي موجوده فيها التشكيله، بتلعب في الاوبوزيت، بتلعب في 4، موجوده من الضربات المؤثرات في تشكيله سبورتنج السكندري. 2-1 سبورتنج يتفوق على ارض الملعب، فلوتر موجه، سيبال امامنا، ناتاليا اعداد، كوره تعدي سهله، تشانس بول سبورتنج، محاولة في الأوبوزيت، ضرب كتري وكرة إلى داخل الملعب، هنا ضرب من جانب سلمى عصام، 3-1 النتيجة بأفضلية لسبورتنج السكندري. دايما الأفضلية قدام النادي الأهلي بتبقى وهمية في بداية كل شوط. إرسال أمامنا، فرحة عباس، استقبال ضعيف بعدم قدرة على التعامل من شروق فؤاد كانت، واستقبال البجر من لعيبة تجيد، وصفتها في آخر مباراة من مباريات الدوري لو تفتكروا في الجولة 22 والأخيرة اللي تابعناها بالتأكيد على شاشة الأهلي، إنه هي نجمة بالتأكيد، ولكن مش مركزة في بداية المباراة. ندى وليد هنا ليبرو النادي الأهلي في التشكيلة بالنسبة للنادي الأهلي على أرض الملعب، بنحاول نتابع لكم النتيجة ونكتبها معاكم، لأنه مفيش شاشة موجودة في أرض الملعب تدلنا على نتيجة، فمش عايزين نسرح منكم في الكلام والنتيجة تروح مننا، لكن بنتابعها بالتأكيد وزملائنا في أرض الملعب هنا من كرو العمل بالنسبة للنادي الأهلي وقناة النادي الأهلي بيأكدوا لنا على النتيجة، و5-1 الأفضلية لسبورتنج السكندري. لكن كالعادة الأهلي بيعرف يرجع ويعمل التحويلة، والكابتن حمدي الصافي خد أول تايم أوت حر محق ليه في أحداث الشوط الأول علشان يرفع من معدل التركيز أو يدخل لاعيبة النادي الأهلي في الجيم على أرض الملعب. ندى وليد وصفتها بالكينج أوف ذا ماتش، أو قلت عليها الملك، هي طبعا كوين او ملكه او نجمه كبيره، ولكن بادائها العالي في مباراه الصيد اللي جاب المركز الثاني للزمالك والثالث للصيد في ترتيب جدول الدوري بعد الاحتفاليه باللقب والدرع والذهب كانت متالقه. كوره كمان مره بضرب قطري هنا من 4 جهه مركز 5، لكن ايد ندى وليد مع قوه الضربه تطيح بالكوره الى خارج حدود الملعب. 6-1 الافضليه لسبورتنج على ارض الملعب. هند نبيل على الارسال، فلوتر، كوره بره، لم تلامس البيز لاين، الخط الخلفي لملعب النادي الاهلي، اذا النقطه الثانيه اهلاويه في احداث الشوط الاول. زي ما قلنا تفوق وهمي، الاهلي بيعرف يحول المباراه على ارض الملعب. ناتاليا فرنانديز البرازيليه، استقبال لينا طارق، محاوله هنا للضرب، تاتش ان، النقطه لصالح نادي سبورتنج في هذه اللحظات من جانب سلمى عصام لاعبه الاوبوزيت في التشكيله لنادي سبورتنج. 7-2 سبورتنج يتفوق. الكابتن والقائد سلمى عصام رقم 8 حالة حل الكابتن والقائد للنادي الاهلي على ارض الملعب. نهله سامح عبد القادر القبها وارقامها، نهله سامح مع النادي الاهلي لوحدها
تتفوق على أندية كبيرة في الكرة الطائرة مش بس في مصر وخارج مصر كمان، تضرب وتستغل حائط الصد لصالحها علشان تحط النقطة الثالثة أهلوية على أرض الملعب. 7-3 الأفضلية لسبورتنج في أحداث الشوط الأول، ولسه بدري في أحداث الشوط. نرمين المنشاوي فلوتر من الثبات، استقبال أمامنا لينا طارق، إعداد ليلى محفوظ، محاولة للضرب وإلى خارج الملعب. قوة الضربة ما تحكمش ديفنس النادي الأهلي مع التعامل. إذن النقطة رقم 8 الوصول للفيرست تكنيكال تايم أوت، الوقت المستقطع الفني الإجباري الأول في أحداث الشوط الأول بأفضلية لسبورتنج بفارق 5 نقاط. وقلنا الأفضلية وهمية، يعرف يحول المباراة طبعا أفكار الكابتن حمدي الصافي، أفكار الكابتن ياسر صلاح والجهاز الفني للنادي الأهلي، والتعامل مع الترجمة الفورية من التعليمات، وتحديدا كابتن مي محمود حسني المحلل التقني بتاعت الدادا فولي اللي بتشتغل على السكاوتنج من بره، ونقاط القوة والضعف عندنا عند النادي الأهلي، عند لعبات النادي الأهلي، وعند ايضا سبورتنج السكندري ولعباته، علشان يبدا التعديل والتحويل، ولسه بدري على ارض الملعب. كاتانيا مدينة الكوبيه ترسل توجه، والنهارده مش في حالتها مع استقبال الكره الاولى ناتاليا فرنانديز، ولو في استقبال كره اولى مميز اعتقد ان النادي الاهلي يعرف يعدل من مساره والسايد اوت بتاعنا يكون فعال. 9-3 افضليه لسبورتنج على ارض الملعب. قلنا دايما سبورتنج يشكل خطوره، لكن الاقرب دائما النادي الاهلي بالتفوق. ايديا مرت لملعب سبورتنج، خطا موجود من الشروق فؤاد، النقطه رقم 10 في صالح سبورتنج السكندري. 10-3 بفرق 7 نقاط الافضليه لنادي سبورتنج. تغييره وفي محلها، اول تغييره من 6 تغييرات في هذا الشوط للنادي الاهلي والكابتن حمدي الصافي. هنا خروج لناتاليا فرنانديز البرازيليه، لان استقبال الكره الاولى بتاعها مش عالي الحقيقه، وجود لساره امين وهي تجيد كلاعبه 4، ودايما لاعب 4 بيعمل كل حاجه على ارض الملعب. هنا الضرب اعداد قصير وضرب سريع، دايما استقبال الكره الاولى يحل الهجمه، لانه بوظان الهجمه بيجي من استقبال الكره الاولى، ومن ثم طالما استقبال عالي وفعال، وهذه المره من ندى وليد صحيه في مكانها، قدرت انها تستقبل الكره الاولى بفعاليه، ثم ريحت شروق فؤاد انها تلعب الاعداد الموزون، والتخليص كان من مريم متولي. ولمره جديده كره جت سهله تلعبها من فيرست تايم، ضرب المنطقه الدفاعيه سهل لساره امين، اعداد شروق ضرب في حائط الصد، محاوله هنا لكن ما توقعتهاش في التغطيه خلف الضاربة اللي كانت أمامنا. هنا كابتن وقائد النادي الأهلي نهلة سامح عبد القادر، ندى وليد قوة الضربة مع حائط الصد، وتاني بلوك يتعمل على أرض الملعب من لعبات سبورتنج السكندري. 11-4 الأفضلية لسبورتنج على أرض الملعب، ولسه بدري في أحداث هذا الشوط. إرسال أمامنا فلوتر، استقبال سارة أمين، اعداد شروق من السريع تخلص، وتكتيك معمول زي ما الكتاب بيقول ويكسب النادي الاهلي، فكره الاعداد القصير والضرب السريع، استغلال مريم متولي وكالعاده بتالقها من مركز 3. النقطه 5 للنادي الاهلي على ارض الملعب. 11-5 افضليه لسبورتنج في احداث الشوط الاول. نصف نهائي كاس مصر للسيدات موسم 2020-2021. سيبال امامنا مدينة، اعداد محاوله اسقاط تتقري شروق، مريم بجر ترفع، سارة عندها الحل تضرب لكن تغطي في 6. هنا كانت امامنا كتينا مدينة، ضربة مرة تانية في العمق لكن من 6 نهلة، ولا اجمل محاولة للاسقاط، تترد مرة تانية، سكند شانس للاهلي، اعداد شروق، واو الضرب ولا اجمل، تستخدم حائط الصد لصالحها، كانت هنا امامنا في هذه المرة الظهور لسارة امين اللي عملت التغييرة والتحويلة مع نزولها على ارض الملعب بدلا من ناتاليا فرنانديز البرازيلية. ولسه ما اشتغلتش اي حمدي الشامي، دي المحترفه الحقيقيه في الكره الطائره المصريه، اوبوزيت التقيل بتاع النادي الاهلي ومنتخب مصر. الضرب خارج الملعب، ايديها لفت لم تلامس السايد لاين، الخط الجانبي لملعب النادي الاهلي، والنقطه اهلاويه. اذا 11-7 الافضليه لصالح سبورتنج السكندري. تايم اوت مطلوب في هذه اللحظات، اول محق حر للكابتن ماجد مصطفى في هذه اللحظات، لانه الفارق بدا يقل وبدا يقلق، لانه لاعبات النادي الاهلي لو ركبوا الجيم مش هينزلوا، ولو عرفوا يرجعوا مش هيخلصوا الا بالوصول لنقطه رقم 25 وواخدين الكسر. وبعض من الجماهير اللي حضرت هنا لدعم النادي الاهلي في مدرجات نادي الاسكندريه الرياضي سبورتنج، حاله مختلفه في ارض الملعب بالتاكيد مع وصول ودعم جمهور النادي الاهلي اللي موجود في الصاله. تايم اوت بمقل ودل، محاوله
لتصحيح بعض الأخطاء من جانب الكابتن ماجد مصطفى. مشواره التدريبي مع الرجال أكتر، هليوبلس التواجد مع سبورتنج في ثلاث مواسم متتالية. هنا أمامنا حائط الصد، الكرة لسبورتنج السكندري، هنا في لمس للشبكة لأنه الكرة لما ضربت في الشبكة ما لمستش في حائط الصد لسبورتنج، ومن ثم رجعت لملعب الأهلي. طالما استلمتها أي لعبة من لعبات نادي الأهلي تبقى لمسة رابعة، ومن ثم فقدت الهجمة شرعيتها. 12-7 الأفضلية لسبورتنج السكندري على أرض الملعب. ليلى محفوظ، سبال، محاولة لإسقاط من السكند بول، كانت أمامنا هنا ضرب مريم متولي، سارة تعتذر، ضرب بدون تحكم بالمرة، ظهرها لورا، مفيش تحكم، إذن خطأ موجود، والوصول للنقطة رقم 13 لصالح سبورتنج السكندري. 13-7 الأفضلية سكندرية على أرض الملعب في أحداث الشوط الأول حتى الآن. ليلى محفوظ، البصير، كرة تضرب بقوة، هنا أمامنا قلنا تشغل هجوم النادي الأهلي في هذه اللحظات. آية حمدي الشامي قلنا المحترفة الحقيقية في الكرة الطائرة المصرية تخلص في هذه اللحظات. 13-8 بنأكد أو بنتأكد من النتيجة لأنه زي ما قلنا مفيش شاشة موجودة في أرض الملعب. إرسال خارج حدود الملعب في هذه المرة، النقطة 14 في صالح سبورتنج السكندري. لينا طارق، سبال، نهلة، ضرب ولا أجمل، حائط صد مشروخ تستخدمه بإيجابية، كانت هنا أمامنا سارة أمين علشان تحط النقطة رقم 9 لصالح النادي الأهلي. 14-9 قل الفارق لفارق الخمس نقاط على أرض الملعب، ولسه المباراة على أرض الملعب. شروق هتخرج وتنزل سهيلة وفيق، أيضا من المحترفات موجودة في سكواد النادي الأهلي في هذا الموسم، لكن خرجت في هذا الموسم للولايات المتحدة الأمريكية للدراسة والتدرب واللعب مع جامعة إلينوي هناك في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتأسسة صح من بنات النادي الأهلي المتأسسات صح في عالم الكرة الطائرة، وبصيرة تقيلة ترسل فلوتر موجه، أعداد أمامنا، ضرب حائط صد يقلم كرة الكرة، سهيلة، ندى وليد، الضرب اسقاطها حلوة قوي لكن تتقري في العمق، محاولة هنا كرة تيجي في العصا الهوائية والنقطة أهلاوية، يظهر ويبان عليه الأمان النادي الأهلي بأكثر فعالية على أرض الملعب. النقطة 10 فرق الأربع نقاط، 14-10 الأفضلية لصالح سبورتنج في أحداث الشوط الأول، ولسه بدري. سهيلة وفي دايما لما بتنزل في مباريات النادي الأهلي بتغير وتحير ولمساتها تتصور وتتشير بالتأكيد. ضرب كمان مرة بدون تحكم بالمرة، حطيتها في البنش الأهلاوي بره، هنا ظهور لكاتانيا مدينة الكوبية هذه العصراء السمراء، لكن لا تهزر ولا يعني تتعامل معها بشكل في تهاون لأنها تجيد في بعض الكرات. تفقد هي التركيز، تجيب أخطاء سهلة مش مهم، الأهلي هو اللي ما بيهزرش وما بيرحمش. كرة ضرب جوه الملعب، حائط صد، ظهور بإيجابية هنا نرمين المنشاوي، برج من أبراج النادي الأهلي الموسم الماضي، كانت مع سبورتنج السكندري بالمناسبة، وخدت أفضل لاعبة في دورة الشارقة هناك أو الشارقة للكرة الطائرة للسيدات، بديلة كانت البطولة العربية هناك، وكان وصيف للمجمع البترولي الجزائري نادي سبورتنج، وكانت أفضل لاعبة وكانت معارة من النادي الأهلي. سيبال أمامنا، أعداد في الأوبوزيت، محاولة ضرب حائط صد يقلم كرة الكرة، نهلة ولا أجمل، أعداد بجر، سارة أمين تضرب في العمق، قراءة هنا موجودة، أعداد في الأوبوزيت مرة تانية، حائط صد والكرة داخل الملعب الأهلاوي، بلوك كان معمول لكن الكرة تعمل سويرف لسبين لسكرو دوران وتسقط بعدم قراءة سريعة من جانب آية حمدي. إذن النقطة في صالح نادي سبورتنج، نقطة رقم 15-12 أفضلية لسبورتنج، فرق ثلاث نقاط الجاب، أعداد حلوة قوي، السريع السريع ولا أجمل، النقطة أهلوية. سهيلة وفيق تشغل هجوم النادي الأهلي بالتأكيد لأنها عندها رفعات متقنة وما بتديش قراءة مبكرة لحائط الصد أو ديفنس نادي سبورتنج السكندري. الجمهور الأهلاوي عامل حالة هنا في مدرجات اسكندرية الرياضي مدرجات نادي سبورتنج. 15 سبورتنج 13 النادي الأهلي، إعداد أمامنا، محاولة ضرب للأوبوزيت مرة تانية، حائط صد، سكند شانس، فرصة 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 لحائط الصد، وكرة أهلاوية
الكرة أهلوية، ثنائي أهلاوي نسائي مرعب مرعب. أي حمدي الشامي ونرمين المنشاوي يخوفوا يقلقوا عمالقة النادي الأهلي. بلوك معمول زي ما الكتاب بيقول، بلوكين من هنا بلوكين من هناك من الأرقام والإحصائيات الموجودة في الشوط الأول. استقبال ضعيف للكرة الأولى، خلصت أهلاوية خلصت أهلاوية، 15-15 تعديل تقفيل للشوط على أرض الملعب، اشتعلت المباراة. وقلنا لازم لعبات النادي الأهلي يبقى فيه حالة من الاستفزاز علشان يقدروا إن هما يرجعوا ويتحكموا في أي جيم. بيلعبوا فلوتر، استقبال بصعوبة، أوت أوف سيستم، فرصة دي لحلقة الصد تتساب، كروس في متناول آية، أعداد آية تخلص آية تخلص، تلعب بداون ذا لاين وتخلص ولا أجمل. تختار الزاوية الأنسب في الملعب السكندري هنا آية حمدي الشامي بدون قوة ولكن بتشغل دماغها، لأن الكرة طايرة مش بس أجسام وأطوال، لازم عقول تشتغل، عقول تشتغل. ولذلك الكرة الطايرة المصرية بتتفوق على إفريقيا على مستوى رجال، وكنا على مستوى السيدات بشكل كبير الحقيقة بسبب العقول المهارات القدرات وقيمة المهارة الفردية لما تخدم على الأداء الجماعي والنتيجة بإيجابية. آية حمدي تحط كرة باللاين جهة خمسة، والتغطية كانت متأخرة لكن إسقاطها في المكان السليم، اختياراتها للزوايا بإتقان وتقنية عالية. 16-15 الوصول إلى السكند تكنيكال تايم أوت، الوقت المستقطع الفني الإجباري الثاني في أحداث الشوط الأول بأفضلية أهلوية على أرض الملعب. عادوا ركبوا الجيم ومش هينزلوا. كرة لو عدت ما عدتش، استقبال ضعيف للكرة الأولى، والسكاوتنج مع التوجيه اللي جاي من بره بإتقان من سارة أمين توجه الكرة، والداتا فولي من بره تقول لك مين اللي بتستقبل بيرفكت ومين اللي بتستقبل متوسط ومين اللي بتستقبل ضعيف علشان توجه عليها. سارة أمين مرة تانية فلوتر توجه، وبرده لسه بتكلم ولسه بقول من بره لينا طارق يتقال لها من الكابتن حمدي الصافي، وجهي عليها دلوقتي مع لفة الدوران والبصير اللي موجودة في ما بين لعبات سبورتنج السكندري، يتقال لها وجهي على مين. سبال أمامنا، إعداد بجر في متناول حائط الصد، حائط الصد كرة تلف تاخد ايد آية حمدي، وتغطية هنا كانت في واحد بدون تحكم مع اللولبة اللي كانت في الكرة ما تلحقهاش سارة أمين، والنقطة لسبورتنج السكندري. 18-18 تعادل موجود على أرض الملعب. كابتن ماجد مصطفى بيعمل تغيير جوز الخيل زي ما بنقولها عندنا هنا في مصر، الضريب وبصير. نزول لسندس عطية، البصير الثاني في تشكيل سبورتنج السكندري، وهنا أمامنا هتكون على الإرسال. فلوتر سارة سهيلة ضرب، وهنا سوبر سبايك ولا أجمل، يوجع الملعب السكندري في هذه المرة. ظهور لكابتن وقائد النادي الأهلي نهلة سامح عبد القادر، دي اللي ما بتهزرش وما بترحمش، مطارق تطلعها في وقتها وتوجع ملعب أي غريم بالتأكيد. إذن الأهلاوية على أرض الملعب 19-18 مع اللفة ودوران نرمين المشاوي على الإرسال، توجه فلوتر من الثبات، استقبال كرة أولى بصعوبة تعدي ولمست كمان الشبكة، وإيديها مرت الملعب الأهلاوي. إذن كده خلصت، فقدت الهجمة شرعيتها. النقطة أهلوية مع فعالية الإرسال والتايم أوت الأخير الحر المحق الثاني في أحداث الشوط الأول. الكابتن ماجد مصطفى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إنه الأمر بقى صعب، وقلنا الأهلي لما بيركب الجيم ما بينزلش إلا لما يخلص النتيجة بأفضلية على أرض الملعب. الأهلي اللي تفوق على الطيران 3-1 في الدور 16 أول الأدوار الرئيسية في كأس مصر، 3-0 في صالة الشهداء بأهلي الجزيرة، وكان معفي لأنه الفريقين اللي المفروض واحد منهم هيواجهوا في إطار الدور ربع النهائي الاثنين انسحبوا، ومن ثم اتأهل مباشرة لدور نصف النهائي. سبورتنج لعب مباراتين أمام مسحية الإسكندرية ودلفي وتفوق في المباراتين. كورة تحدي الشبكة، نهلة سامح بالخبرة تلمها في السيستم، دي تخلص في محاولة هتعدي سهلة، شانس بول للنادي الأهلي. مريم سريع مرة تانية ولا أجمل، سهيلة تترفع اوت اوف سيستم، تعرف تخلص تضربها في العمق لكن تتلم امامنا هنا. اعداد تضرب ايه ساره بجر ترفع ضرب القطري بقوه ولكن في التعامل المثالي ليبرو نادي سبورتنج السكندري. مره تانية ترانزيشن انتقالي تحدي ورالي السريع ولا اجمل،
قلنا ده التكتيك اللي بيبقى معمول زي ما الكتاب بيقول، لانه الاهلي بيعرف يخلص من عند مريم متولي. والاعداد الموزون، الرفعه المتقنه بالاتقان والتقنيه العاليه من سهيلة وفيق، خبرات مع النادي الاهلي متاسسه صح زي ما قلنا في النادي الاهلي، وكمان وجودها في الولايات المتحده الامريكيه، هترجع تاني للولايات المتحده في جامعه الينوي في شيكاغو في شهر 7 القادم، لكن بتفيد النادي الاهلي بوجودها على ارض الملعب وتحقق بطوله قريبه باذن الله للنادي الاهلي علشان يحقق الثنائيه المحليه وثنائيات كتير تاريخيه في عهد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، ومن قبل ومن بعد هو سيستم للكيان، اللعب للكيان دائما النادي الاهلي اسم للالقاب والارقام. كابتن حمدي الصافي في سكته جميع الالقاب والارقام. 22-16، 4 نقاط فرق النادي الاهلي، ركب ومنزلش اللي قلناه في بدايه الشوط. هنا بلوك مسمار معمول زي ما الكتاب بيقول، البرج الاهلاوي تعذب من جديد، ولا في حاجه هتعدي النهارده. شعار مريم متولي الى جوار نهله سامح عبد القادر، الثنائي الاهلاوي النسوي المرعب. ليلى محفوظ تعود الى ارض الملعب بدلا من ياسمين سراج، ومره اخرى في جهه سلمى عصام بدلا من سندس عطيه في البصير، تغييره جوز الخيل. وعلى فكره اللعيبه اللي غيرت ونزلت مكانها لعيبه اخرى، يعني ساره امين نزلت مكان في النادي الاهلي ناتاليا فرنانديز، لازم لما تنزل تاني ناتاليا فرنانديز او تطلع ساره امين تنزل مكانها ناتاليا فرنانديز. ما زالت المنشاوي نرمين على الارسال، 23-16 الافضليه الاهلاويه على ارض الملعب. فلوتر سيبها الكره اولى بصعوبه لينا طارق، وبره التوجيه السكاوتنج اللي جاي من بره عالي قوي، شغل عالي من لعبات النادي الاهلي وبيعرفوا يترجموا الداتا فولي والسكاوتنج والافكار وتوجيه الارسال فين وامتى وازاي وعلى مين مع وقفه البصير واللفه والمربعات، والشغل عميق شويه هنبسطه لكم واحده واحده. ما زالت نرمين المنشاوي على الارسال، فلوتر توجه مره تانية على لينا طارق، كل الارسالات الفلوتر هتلاقوها راح على لينا طارق، المره دي الساب البرفكت، والاعداد موزون والتخليص باتقان بداون ذا لاين. هنا جهه واحد الضرب من جانب كاتانيا، مدينة الكوبيه العصراء المحترفه فيها التشكيله السكندريه لنادي سبورتنج. نقطه الشوط بين ايدي لعبات النادي الاهلي، وسايد اوت اهلاوي، يعني الهجمه اللي جايه اهلاويه، بس استقبال الكره الاولى مهم. ندى وليد اوت اوف سيستم، يعني مش مرفوعه من البصير، البصير بتاع الاهلي هو اللي وداها سهيلة وفيق سهله. لكن خلصت في اجمل صوره، يختموا الشوط في اجمل صوره وباحلى كوره، بلوك معمول زي ما الكتاب بيقول، اي حمدي تظهر وتبان عليها الامان العملاق الاهلاوي يخلص نقطه الشوط. 25-17 20 النادي الاهلي في مواجهه سبورتنج السكندري هنا في صاله نادي الاسكندريه الرياضي. سبورتنج شوط اول انتهى بافضليه اهلاويه 25-17، هنشوف الشوط الثاني والشغل التكتيكي العالي وضربه ايه، لكن كره تعدي سهله، شانس بول الاهلي محاوله للاسقاط تخلص اهلاويه في وجود نرمين المنشاوي، اولى نقاط الشوط الثاني من المباراه بافضليه اهلاويه على ارض الملعب. شغل تكتيكي عالي من الكابتن حمدي الصافي بعد ما تقدم سبورتنج ووصل بفارق الثمان نقاط بافضليه على النادي الاهلي، لكن عرف يعمل التحويله، وقلنا في البدايه انه قد يكون تقدم وهمي ويعرف يعمل التحويله النادي الاهلي مع لعباته التقال قوي، وقدر يعرف يعمل التحويله وكمان مره مع توجيه الارسال بالشكل الفعال، ودايما كابتن حمدي بيبدا بالبصير على الارسال علشان يضمن ثلاث ضربات على الشبكه ومن ثم بلوك عالي. سهيلة وفيق في نصف الشوط الاول خدت مكان شروق فؤاد، وبتبدا الشوط الثاني وباداء عالي مع توجيه الارسال او الاعداد الموزون، 2-0 افضليه اهلاويه. كوره ضرب ندى وليد ولا اجمل اعداد، ساره امين تضرب الكوره في داخل الملعب السكندري هنا امامنا، والافضليه اهلاويه على ارض الملعب 3-0، هيمنه وسيطره من البدايه، والتحويله اللي حصلت برده في الشوط الاول بوجود ساره امين بدلا من ناتاليا فرنانديز البرازيليه اللي ما كانتش في حالتها على ارض الملعب. استقبال امامنا اعداد صعبه خلاص هيبقى فيها لمسه رابعه ولا خمسه، بره 4-0 افضليه اهلاويه، والتوجيه وما زالت على الارسال مستمره سهيلة وفيق المحترفه في تشكيله النادي الاهلي. محترفه طبعا بنت النادي الاهلي، لكن زي ما قلنا لما لقت وقت فاضي واجازه من جامعتها في الينوي وفريقها هناك في شيكاغو بالولايات المتحده، جت علشان تدعم النادي الاهلي، وبالتاكيد بتدعم مع ارسالها المحترم بالتاكيد والتوجيه العالي، ومن ثم استقبال ضعيف علشان تيجوا من الفيرست تايم تخليصه جديده وتعذيبه جديده للملعب السكندري. الافضليه اهلاويه على ارض الملعب 5-0، ولم يظهر فعليا على ارض الملعب في احداث الشوط الثاني
سبورتنج السكندري، ومن ثم الكابتن ماجد مصطفى يطلب اول تايم اوت حر محق ليه في احداث الشوط الثاني علشان يلم الامور. 3 لا شيء دور اول في الدوري، 3 لا شيء دور ثاني في الدوري. افضليه اهلاويه في مواجهتي الذهاب والعوده في المرحله، مرحله التتويج ريجولار سيزون، هي مرحله واحده مش زي الرجال، في مرحله تمهيديه ثم مرحله التتويج ما بين 24 ثم 12 فوق و12 تحت. ضرب تاخد حد لاعلى الشبكه وتروح ندى وليد، اعداد حلوه قوي قوي قوي، لكن الضرب بره الملعب ما اتحكمتش، بيطالبوا بالتاتش بلوك لكن حكم المباراه قراره قال لك قراري سيادي ولا رجعت فيه. الكابتن علي جوهر باشاره من الكابتن جمال عبد الناصر انه مفيش تاتش بلوك او مفيش لمس للحد الاعلى بالنسبه للبلوك الثنائي السكندري اللي كان حاضر في الكره الاخيره مع ضرب الاوبوزيت من جانب اي حمدي الشامي. اولى النقاط بيظهر بها فعليا نادي سبورتنج على ارض الملعب، اعداد بجر كره حلوه ولكن ديفنس تعدي سهله، شانس بول زقتها بذكاء وقلنا دي قدامها ما نتهاونش، زقت الكره في العمق الفارغ في ملعب النادي الاهلي جهه مركز واحد، وتغطيه لعيبه الاربعه اللي موجوده في سته نقله سامح عبد القادر كانت متاخره ومن ثم ما لحقتش الكره. 5-2 بنقطتين متتاليتين يظهر فعليا في احداث الشوط الثاني نادي سبورتنج السكندري. لينا طارق اعداد سهيله ضرب ايه ما اترقى في وقتها تخلص النقطه السته للنادي الاهلي في احداث الشوط الثاني. 6-2 الافضليه اهلاويه. ساره امين على الارسال مع دوران بتلعب فلوتر بتوجه سيبها الكره اولى بصعوبه كره في متناول حد صد، ديفنس رائع ندى وليد، قصه وحكايه وروايه لوحدها نتكلم عنها في وقتها. مره تانية اعداد بلوك يقلم كره الكوره، ساره امين في سته رائعه، اعداد موزون من المنطقه الدفاعيه، ولما يبقى اعداد حتى ولو من البصيره من منطقه دفاعيه بيتقال عليه اوت اوف سيستم. المره دي الضرب لو لمتها اي حمدي تبقى لمسه رابعه، كره جت في الحد الاعلى للشبكه ومن ثم رجعت في ملعب النادي الاهلي ولو لمست بملي بس. يد اي من لعبات البلوك تتجدد الهجمه للنادي الاهلي بثلاث لمسات اخريات، لكن لا الكره كانت ضرب في الشبكه. كره فلور تاتش تلمس الارض قبل وصول نهله سامح والحد الاعلى للشبكه ياخد الكره في سكتها. تعدي افضليه اهلاويه 6-4 على ارض الملعب. هند نبيل سنتر لاعب الثلاثه في تشكيل سبورتنج تلعب رسالة فلوتر ما تعديش. 7-4 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب على بعد نقطه من الوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت لاحداث الشوط الثاني من المباراه. نرمين المنشاوي فلوتر من الثبات توجه وكالعاده لينا طارق، يعني دايما هتلاقوا الاعداد او الارسال موجه جهه لينا طارق لان استقبالها مع الفلوتر مش عالي قوي. تستخدم حائط الصد لصالحها، ظهور جديد ل كيتانيا ميدينا العصراء السمراء الكوبيه المحترفه في تشكيله سبورتنج السكندري. فلوتر بدون تحكم في الشبكه نقطه هديه الوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت بفرق ثلاث نقاط الوصول للوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الثاني. افضليه اهلاويه على ارض الملعب 8-5. كابتن ماجد مصطفى، الكابتن مروان الليثي، الكابتن ميرنا عبد الرحمن ومصطفى مجدي التقني بتاع دادا فولي في التشكيله للجهاز الفني لسبورتنج، ودكتور ليندا نصير والكابتن مؤمن مصطفى. ده بالنسبه للجهاز مؤمن مصطفى طبعا المخطط للاحمال الجهاز الفني بالكامل لنادي سبورتنج السكندري بقياده اهلاويه، لانه تاريخ الكابتن ماجد مصطفى مع النادي الاهلي في عالم الرجال قصه وحكايه وروايه، وكان بالمناسبه زي ما قلنا كان في فريق واحد في جيل واحد مع الكابتن حمدي صافي والكابتن ميدو محمد مصالح اللي بنبارك له مع تشكيله رجال النادي الاهلي بطل الدوري في هذا الموسم. وشرفت ان اعلق على المباراه النهائيه امام نادي الزمالك والتتويج باللقب والدرع والذهب، والنهارده في طريق لقب بكاس وذهب لسيدات النادي الاهلي بعد الدرع باللقب والذهب مع الدوري، القاب وارقام سيدات ورجال ناشئين شباب شابات ناشئات الكل، الاهلي في الهيمنه والسيطره او بالاحرى خرج عن السيطره لان محدش بيقدر يسيطر عليه في كل البطولات وكل الرياضات، ولسه في الباسكت ولسه في كره اليد القاب وارقام جايه في السكه لان في سيستم معمول
بشكل رائع في نادي الاهلي واللعب دايما للكيان. كره ضرب في حائط الصد يقل من قوتها، تترد بجر تضرب سهيله اسقاط شروق مره تانية هنا او نهله سامح محاوله من على الشبكه، لكن حكم المباراه بقراره الكابتن علي جوهر قال لك ايد نهله سامح عبد القادر لمست الكره وهي في حيز ملعب سبورتنج قبل ما يلمسها او قبل ما تلمسها اي من لاعبات نادي سبورتنج، تروح بايديها في البلوك ولكن لازم ما تلمسش الكره قبل ما تلمسها لاعبه سبورتنج السكندري. ضرب ندى وليد رائعه في استقبال الكره الاولى، اعداد اسقاط نهله سامح تترد مره ثانيه، محاوله للضرب في العمق ساره امين، كره تعدي ما لمستش ما لمستش ما لمستش، هي لو لمست سقف الصالة كانت هتتحسب نقطة لنادي سبورتنج، هتعادل النقطة مرة تانية، هتعادل النقطة مرة تانية. 9-6 الأفضلية أهلاوية، لأن حتى كل الناس اللي موجودة في الملعب بما فيها المريدين والمشجعين لنادي سبورتنج قالوا الحكم المباراة الكورة ما لمستش سقف الصالة، ومن ثم تعادل النقطة. سبايك سيرف بره في الشبكة بتاعت اليد بالمرة، إرسال كاتانيا مدينة الكوبية، النقطة أهلاوية 10-6 بفرق الأربع نقاط أفضلية على أرض الملعب للوحش اللي وجهه ما ينجحش، طبيعي ومنطقي بالنتائج بالأرقام في هذا الموسم في الدوري، ثلاث مباريات فقط متفرقة فقط فيها أشواط من 22 مباراة. النادي الأهلي في الدوري في مرحلة التتويج أمام الشمس والزمالك والصيد في آخر جولة، الضرب من العالي لكن نهلة سامح ديفنس رائع وندى وليد وكرة تعدي سهلة، لكن هنا أمامنا فرصة فرصة تتجاب، هتعدي سهلة مرة تانية ندى وليد ليبرو النادي الأهلي، ثير تشانس فرصة لكن ولا أجمل نهلة سامح، إعداد بجر ضرب في المتناول محاولة لإسقاط لخداع لاعبات نادي الأهلي لكن صحيين، كورة هنا أوت أوف سيستم، فرصة لحائط الصد فرصة لحائط الصد تتلم هتعدي سهلة، ضرب من المنطقة الدفاعية بره بره، إذا النقطة أهلاوية على أرض الملعب بعد ترانزيشن انتقالي تحدي ورالي أفضلية أهلاوية على أرض الملعب، ودايما ليه بنقول بعد ترانزيشن انتقالي او كرة اللي فيها تحدي كرة راحة جاية فيما بين الفريقين، لانه مثل هذه الكرات بيكون فيها ولذلك بصوا الترجمة دلوقتي ترجمة دلوقتي انه الكابتن ماجد مصطفى خد التايم اوت الحر الثاني المحق ليه في احداث الشوط الثاني، ليه لانه ما بعد الترانزيشن او ما بعد التحدي والرالي الفريق اللي بيخسر نقطة قام فيها بمجهود كبير بيقل ذهنيا سيكولوجيا بيتعب بيقع، ومن ثم النقطة دي لو ما خدش تايم اوت دلوقتي الكابتن ماجد مصطفى يقر وراها نقطتين وثلاثة واربعة وممكن يريح قوي نادي الاهلي ويركب الجيم وما ينزلش ويخلص وما يرحمش، لكن هو خد التايم اوت في وقته الكابتن ماجد مصطفى علشان يهدي لعبته وياخد من حماس لعبات النادي الاهلي، لانه ما بعد النقطة في الترانزيشن الانتقالي النادي الاهلي ياخد الروح بشكل اكبر حتى ولو كان تعبان ورالي طويل وتحدي كبير لكن بيبقى فيها روح لانه كسب النقطة في الاخير وده الاهم، العنصر السيكولوجي التعامل الذهني مهم مهم زي الداتا فولي والداتا تريننج والداتا فيديو كل حاجه مؤثره في عالم الكره الطائره. كره محاوله تعديها مريم متولي لكن الديفنس رائع يذكر ويشكر من اهلا سامح عبد القادر بتقدم مباراه من افضل مبارياتها في هذا الموسم. اسقاط في المتناول سهيله اعداد اوت اوف سيستم لكن دي بتعرف تخلص الوحش العملاق جبل العضلات حبه الكريز اللي موجوده على ارض الملعب. يا حمدي الشامي اوبوزيت النادي الاهلي خامس موسم مع النادي الاهلي بعد الحصول على خدماتها من الشمس القاهري ودايما الشمس حتى في قطاعات ناشئين دايما بينافس النادي الاهلي. كوره وحشه قوي وحشه قوي في العصا الهوائيه بره وطلعت بره والنقطه اهلاويه 13-6 بيهيمن بيسيطر بيركب الجيم وما بينزلش. ارسال نهله سامح عبد القادر على لينا طارق ممكن اتوجه جهه كاتانيا نقطه اهلاويه نقطه اهلاويه وبتعتذر مريم متولي هنا ليه سهيله وفيق مع الحركه والخبطه البسيطه لكن تعدي سهيله من اللعبات القويات على ارض الملعب بسم الله ما شاء الله وكلهن لعبات قويات عاليين في التركيز وعارفين وضعهم وقيمه القميص اللي لابسينه على ارض الملعب كالعاده. لينا طارق استقبالها ضعيف وعلى الاغلب وعلى الاغلب على الكابتن ماجد مصطفى انه يستعين، كوره حلوه سوبر سبايك رائع رائع لكن لو الكابتن ماجد مصطفى عايز يعدل لازم
ينزل ندى قرة لو عايز يعدل من الوضع على أرض الملعب. سوبر سبايك عالي قوي 15-6 أفضلية أهلوية، واللعب يقف على أرض الملعب لأنه الأضواء الكاشفة الخاصة بالصالة هنا في نادي الإسكندرية رياضي سبورتينج انطفأت، ومن ثم ننتظر عودة الإضاءة مرة تانية لملعب المباراة علشان نستأنف اللعب. لكن إيه، سوبر سبايك معمول زي ما الكتاب بيقول، تخليص بإتقان 15-6 أفضلية أهلوية، وزي ما قلنا أخطاء سهلة وساذجة في أداء والشغل التكتيكي والفني بالنسبة للكابتن ماجد مصطفى ولاعبات سبورتنج السكندري، وبعض التغييرات اللي ممكن تصحح الأمر، لأنه نقطة ضعف لينا طارق قد تكون ندى قرة ليها دور على أرض الملعب علشان تعدل الأمر. لعبة أربعة في التشكيلة لنادي سبورتنج السكندري اللي ما شفناهاش على أرض الملعب، ودورها مؤثر ومهم، لأنه زي ما بنتكلم وكالعادة أنه لاعب أربعة دايما بيكون عليه العين، أو لعبة أربعة علشان هم بناتنا ولعباتنا الموجودات بنون النسوة، يعني أنه لعب أربعة ولعبة أربعة لازم يكون عنده أو يكون عندها القدرة على التعامل مع كل الكرات، ديفنس وضرب من المنطقة الدفاعية وضرب من العالي واستقبال كرة أولى وكل حاجة بيعملها لعب أربعة، عكس الأوبوزيت قدر ريب تقيل يعمل ديفنس لكن ما استقبلش كرة أولى. لعب ثلاثة وأدواره على أرض الملعب، الليبرو ما يضربش أو تعدي الكرة ورجليها ثابتة على أرض الملعب ولذلك لقوها بلون مخالف، وهكذا يعني أمور كتير. ننتظر عودة الأجواء على أرض الملعب من جديد، وقلنا كابتن ماجد مصطفى والكابتن حمدي الصافي ثنائي من جيل تقيل كان في مشوار النادي الأهلي على مستوى الرجال مع الكابتن ميدو مصلحي والكابتن هاني مصلحي والكابتن أيمن رشدي والكابتن وائل العايدي وجيل كبير، وكان افتكر الكابتن ماجد مصطفى كبصير في تشكيله النادي الاهلي في جيله مع الكابتن محمد عبد الرحيم، اتذكر في هذا الجيل من الاجيال الثقيله قوي. وبالمناسبه بعد موسم 2015 2016 الموسم الكارثي بالنسبه لنادي سبورتنج لما كان سادس الدوري لو تفتكروا، وكان طلع من الادوار التمهيديه في كاس مصر بمناسبه ان احنا بنلعب مباراتنا النهارده في نصف نهائي كاس مصر، بعد هذه الحاله الانعش وضع سبورتنج السكندري في الكرة الطائرة النسوية المصرية أبناء النادي الأهلي أو مدربي النادي الأهلي كابتن ماجد مصطفى، ومن قبله طبعا الكابتن محمد صلاح المدرب السابق في جهاز النادي الأهلي مع الكابتن ممدوح إسماعيل ورئيس جهاز كرة الطائرة النسوية في نادي هليوبلس القاهري الحالي، وكان ليه حكاية في نادي سبورتنج وعمل مجهود كبير وانتشلوا ووصلوا لمكانة محترمة على المستوى العربي والمحلي، ثم ما بعد ذلك الكابتن ماجد مصطفى. إذن الأجيال الأهلوية في عالم التدريب دايما هي اللي بيكون ليها، وقلنا قصص أهلوية في عالم الكرة الطائرة المصرية بتعدل. بنتابع معاكم بالتأكيد بعض الأعداد من الكثير من الكرات اللي شفناها في أحداث الشوط الأول والثاني حتى التوقف، الأفضلية أهلوية على أرض الملعب، وننتظر العودة من جديد لأجواء المباراة في ظل أنه الإضاءات الخاصة بالصالة الرئيسية هنا بنادي سبورتنج السكندري الإضاءة انطفأت فجأة، ومن ثم يعني ما فيش مفاجأة، الأهلي هو المتفوق هو المسيطر على المباراة في الشوط الأول والثاني حتى الآن، ولسه ما شفناش فرح مدحت وردة، قلنا نجلة الكابتن مدحت وردة نجم الكبير بالنسبة للاتحاد وسبورتنج في عالم كرة السلة، أكثر من أنجز بطولات على مستوى كرة السلة في افريقيا وعربيا وعلى مستوى مصر بالتأكيد، وشقيقة عمرو وردة طبعا لاعب منتخبنا الوطني وباوك سالونيك اليوناني في عالم كرة القدم، والنادي الأهلي كابتن حمدي الصافي والكابتن ياسر صلاح، وياسر صلاح ده اسمه لما يذكر ما ينفعش رجال كرة طائرة مع عبد الله عبد السلام ودولة، ودولة برضو يعني موجود معانا او حتة منه موجودة معانا على ارض الملعب، لانه مايا ممدوح طبعا زوجته بالتأكيد، ونجلة الكابتن ممدوح اسماعيل عائلة رياضية جديدة بتتكون في عالم كرة طائرة الاهلوية والمصرية بالتأكيد. ننتظر العودة الى ارض الملعب ومتابعة للاعداد لاجواء الشوط الاول
اللي انتهى في صالح النادي الاهلي بافضليه 25-17. والشوط الثاني النتيجه بتفوق اهلاوي على ارض الملعب. هنتاكد لكم من النتيجه لانه طبعا زي ما احنا عارفين مفيش نتيجه رقميه موجوده في ارض الملعب. كابتن حمدي الصافي كمدير فني للنادي الاهلي والالقاب والارقام مع الكابتن ياسر صلاح والكابتن ايمن فؤاد المدرب وحبيبنا طبعا العميد ايهاب حسن المدير الاداري اللي دايما بيوفينا بالكثير من المعلومات عن الفريق والكابتن اشرف عباس الاداري ودكتور هدير وحيد الطبيب ومنه الله عادل العلاج الطبيعي والكابتن رانيا عبد العزيز مخطط الاحمال وكانت بطله العاب قوه بالمناسبه في السابق الكابتن رانيا عبد العزيز والكابتن منى مراد المدلك للفريق والكابتن مي محمود حسني اللي عليها العبء تحت الداتا فولي وسكاوتنج والشغل العالي اللي جاي من بره اللي بيحول المباراه مع الافكار بتاعه الكابتن حمدي الصافي والترجمه من اللعبات وده الاهم انه يكون اللعبات قادرين ان هم يترجموا على ارض الملعب. تالق في هذا اليوم لنال سامح عبد القادر وكل الجمهور اللي موجود في المدرجات بما فيهم جمهور سبورتنج السكندري بيبعت لها التحيه بس تحركها كده في ارض الملعب كابتن وقائد القاب وارقام ده ايه يعني قصه لوحدها قلنا نتكلم عنها مش في وقتها دلوقتي وفي كل وقت القاب وارقام حدث ولا حرج. نجمه اربعه في تشكيله نادي الاهلي وعليها العبء زي ما قلنا لعبات اربعه لازم يوجدنا فن التعامل حتى في رفع الكرات بالشكل الايجابي واستقبال الكره الاولى والديفنس والضرب من المنطقه الدفاعيه ومن المنطقه الهجوميه وهكذا وهكذا. تشكيلة النادي الأهلي والخيارات والأدوات من اللعبات اللي موجودات وقلنا الأهلي تفوق في مشوار كأس مصر في مباراة واحدة فقط أمام الطيران 3-0 في صالة الشهداء بأهلي الجزيرة دور 16 كان معفي من دور الثمانية لانسحاب الفريقين اللي كان واحد منهم هيطلع ليه مواجهة النادي الأهلي ثم التواجد هنا في صالة سبورتنج السكندري للمواجهة في إطار دور نصف النهائي مواجهة أولى وزي ما قلنا المواجهه الثانيه في اطار دور نصف النهائي من بطوله كاس مصر النهارده ايضا الليله هتكون فيما بين نادي الزمالك ونادي الصيد ديربي قاهري اعتقد يميل اكتر بشكل اكبر لنادي الصيد. صحيح الصيد هو كان ثالث الدوري والزمالك هو كان ثاني الدوري لكن بايدي لعبات النادي الاهلي بعد ما تفوقنا 3-1 في اخر جولات مرحله التتويج الجوله رقم 22 اللي تابعناها على شاشه الاهلي بشكل مباشر وحصري. مباراة كانت من الصالة الرئيسية بمجمع صالات النادي الأهلي بالجزيرة وتفوق النادي الأهلي 3-1. لو كان تفوق النادي الأهلي 3-2 كان إدى المركز الثاني للصيد والثالث للزمالك لكن الأهلي بيلعب من أجل الفوز ولا بديل عن الفوز وملوش دعوة بغيره. أنا أتفوق إذا أنا موجود، أنا أحقق بطولات إذا أنا موجود. هو الفيلسوف قال لك أنا أشك إذا أنا موجود. النادي الأهلي ما يشكش في البطولات. النادي الأهلي يجيب بطولات. ودي السمة بتاعت النادي الأهلي والسيستم اللي معمول للكيان دائما في كل الرياضات مش بس في عالم الكرة الطائرة وكرة القدم. نبارك لبيتسو موسيماني والجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ والاحتفالية الكبيرة اللي شفناها بيهم على شاشة الأهلي بالأمس في سهرة مع الكابتن إسلام الشاطر علشان حقهم ما بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي في الدوحة القطرية على حساب نهضة بركان هدفين مقابل لا شيء تابعها والنهارده على فكره هيبقى في سهره كمان على شاشه الاهلي مع نجوم الكره الطائره على مستوى الرجال كابتن ميدو محمد صلحي الكبير التقيل في عالم الكره الطائره كدريب كان ولعيب وكرجل على راس الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي للرجال اللي عندهم مهمه كمان يوم 7/6 ان شاء الله يوم الاثنين القادم عندهم مهمه في اطار مباريات كاس مصر دور ال 32 والمواجهه اللي هتكون في صالة النادي الأهلي أمام الشرقية للدخان في أولى المواجهات. والكابتن محمد مصلحي بالتأكيد والإعداد النهارده عندهم أجازة وإمبارح كان عندهم أجازة من التدريبات وهيبتدوا التدريبات للاستعداد لمواجهة الشرقية للدخان ومشوار كأس مصر اللي هينتهي في أتذكر يوم 22 من شهر يونيو الجاري وهنقول لكم على جدول بشكل تام وكامل. ليه كل التحية للكابتن محمد مصلحي ميدو الكابتن تامر مجدي تايجر الكابتن محمود جمعة وأعضاء الجهاز الفني بالنسبة للنادي الأهلي والكابتن عبد الله عبد السلام والكابتن عبد اللطيف عثمان والكابتن عبد الحليم عبو والنجم حبه الكريز احمد صلاح عبد الحي وعبد الرحمن سعودي وكرازمير جورج ايف البلغاري الحاله ومحمود رؤوف عبد القادر النجل طبعا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي واسم الكابتن رؤوف عبد القادر لوحده قصه لوحدها دي نتكلم عنها في وقتها مع عالم الكره الطائره النسويه تحديدا وجيل توتو والالقاب والارقام وهكذا بالتاكيد. ومتابعين معاكم زي ما احنا عارفين الاعداد اللي موجوده على الشاشه من خلال ما حدث في الشوط الاول والثاني متابعينها معاكم بالتاكيد حتى يعود على ارض الملعب الاضاءه والبث المباشر للمباراه.
كمان تحيه لاستكمال بقى سكواد لرجال النادي الاهلي، طالما ذكرناهم لازم نذكرهم. وقفنا عند الكابتن رؤوف عبد القادر، والد الكابتن محمود رؤوف عبد القادر، واللي عمل تحويله في الشوط الثاني. مباراه من اجمل المباريات فنيا اللي انا علقت عليها، لان انا علقت على مباريات كتير، انا كمحمد عفيفي علقت على مباريات كتير، كاس العالم وبطولات عالم وبطولات العالم غير كاس العالم، حتى على مستوى الرجال والسيدات وسلسله التحدي العالمي لو تفتكروا، وما بعدها دلوقتي دوري الامم، وحضرت اولمبياد وعلقت بطولات والقاب وارقام. من افضل المباريات فنيا اللي انا علقت عليها شخصيا للنادي الاهلي، تفوقه 3-2 على النادي الزمالك في مباراه كانوا قدها، ولولا اخطاء لاعبي نادي الاهلي زياده شويه لكان الاهلي ملتهم حقيقي لنادي الزمالك بنتيجه يمكن تقصو بشكل اكبر عن ما هو عليه الحال. 3-0 بس جوه من نقاط النادي الاهلي كان ممكن يخلص بشكل فيه اكثر شراسه، لكن يعني علشان نغزي العين مشت الامور كده. وكمان عبد الرحمن الحسيني وكمان محمد معوض مومو، والقصه كاليبرو الى جوار محمد رمضان الليبرو الثاني، اثنين من التقال قوي تشكيلة النادي الاهلي في استقبال الكره الاولى، والديفنس عاليين وعيين وفاهمين وعارفين بيعملوا ايه في مكانهم. ومحمد عادل دوله العملاق الاهلاوي 2 متر و11 سنتي وهو واقف بس، بسم الله ما شاء الله، قصه برضو لوحدها نتكلم عنها في وقتها. حال وحال عبو 2 متر و11 سنتيمتر، اطوال واجسام وعقول كمان، مش بس اجسام واطوال فقط، وعقول بتشتغل على ارض الملعب، كلهم نجوم بيدعموا المنتخبات الوطنيه. واحمد عبد العال اللي نزل في اخر نقطه علشان يستقبل استقبال بيرفكت يخلص من خلاله النجم احمد سعيد ابو ايد حديد نقطه الشوط والمباراه لو تفتكروا، واحمد قطب وحسام يوسف عبد الله البصير الثاني في تشكيله النادي الاهلي اللي ما يقلش خبرات وقدرات وامكانيات كبديل لعبد الله عبد السلام في التشكيله. والجوهره بقى ده بالارقام، ارقامه عاليه قوي في الداتا فولي، اتحدث عن رايموند سيزيتو الكندي القادم من الاهلي البحريني، وانا قاعد علشان بشتغل داتا فولي رغم اني ما شفتش الارقام، لكن من ارقامه انه ما بيغلطش، ما بيهزرش وما بيرحمش وما بيغلطش. رايموند سيزيتو الكندي من افضل مبارياته كانت في هذا الموسم، وابو سعود السيد وكل نجوم النادي الاهلي ليهم كل التحيه بالتاكيد على مستوى رجال، قصص اهلاويه في عالم الكره الطائره المصريه على مستوى الرجال والسيدات. ما زال اللعب متوقف على ارض الملعب لانه الاناره مقطوعه من نادي سبورتنج، ومن ثم الصاله بدون اناره غير اناره الشمس، وده ما ينفعش ان يلعب فيها المباراه. ومن ثم نتابع الاعدادات معاكم لما جرى في احداث الشوط الاول اللي كان مثير في بدايته، لكن الاهلي عرف يركب الجيم وما ينزلش في احداث الشوط الاول، وكمان متفوق في احداث الشوط الثاني بشكل رائع جدا. أجيال وألقاب وأرقام بالنسبة للنادي الأهلي. وكل لاعبات النادي الأهلي في عمليات إحماء وتسخين دلوقتي لأنه اللعب زاد عن حده، توقف. والحكام اللي موجودين في هذه المباراة وتحديدا الحكم العام الكابتن منير عطية عضو اللجنة العليا للحكام في مصر إلى جوار كابتن علي جوهر والكابتن جمال عبد الناصر الحكم الأول والثاني في هذه المباراة، بيتكلموا ايه القرار، لانه في اضاءه موجوده على ارض الملعب لكن اضاءه الشمس او النور الطبيعي بتاع ربنا يعني هو داخل الملعب من خلف المدرجات ومن خلف الشبابيك الموجوده في الجهه الاخرى لمدرجات صاله نادي الاسكندريه رياضي سبورتنج. ومن ثم اعتقد انه ما ينفعش لانه الاضاءه برضو تعوق او تعوق لاعبات النادي الاهلي ولاعبات نادي سبورتنج عن اللعب بالشكل المطلوب المرغوب فيه. هنتابع في عمليات احماء وتسخين وننتظر القرار او عوده الاضاءه من جديد الى ارض الملعب في هذه اللحظات اللي بنتابع معاكم فيها اجمل ما جاء من نقاط ولقطات في احداث الشوط الاول والثاني من المباراه. وبالمناسبه انه في الاستوديو التحليلي النهارده الكابتن نجلاء فوزي كمحلل مع الكابتن هيثم السعيد، والكابتن ساره طلعت طبعا كمحلل ثاني مع الكابتن هيثم السعيد في الاستوديو التحليلي. الكابتن نجلاء فوزي كانت من بنات نادي هليوبل، من بنات نادي سبورتنج بالمناسبه، هليوبلس وسبورتنج والجزيره دي انديه كده ليها خصوصيات يعني كانديه اجتماعيه اكتر يعني او قريبه من بعض او ليها روابط بشكل مختلف يعني. لكن على ذكر هليوبلس، لكن في نادي سبورتنج السكندري اللي كان تفوق في مبارياته حتى الوصول لهذا دور نصف النهائي لمواجهه النادي الاهلي، من بناته اللي انتقلوا من سبورتنج السكندرية او من الاسكندريه للنادي الاهلي الاسكندرانيه اللي موجوده معنا في الاستوديو التحليلي النهارده الكابتن نجلاء فوزي، كانت من لعبات سبورتنج ثم العوده الكابتن عايده اسماعيل. طبعا التاريخ في الكره الطائره السكندريه
كانت برضو في سبورتنج السكندري وانتقلت للنادي الاهلي، وجيل بقى في سيدات النادي الاهلي من الكابتن هناء حمزه والكابتن تهاني توسن والكابتن منى عبد الكريم والكابتن يسرى عبد الكريم والكابتن دينا جوده والكابتن سوزان صالح واجيال الكابتن ميرال رؤوف عبد القادر طبعا شقيقة محمود رؤوف عبد القادر ونجلة الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي، وقصه قلنا في عالم التدريب بالنسبه لسيدات الكره الطائره واجيال وارقام والقاب اتحققت 27 لقب دوري متتالي 27 سنه هيمنه للنادي الاهلي وسيدات النادي الاهلي. ننتظر عوده الاجواء الطبيعيه على ارض الملعب والاضاءه من جديد، ما زلنا نتابع معكم بعض من افضل لقطات المباراه على ارض الملعب في شوطها الاول والثاني. وما ننساش طبعا الكابتن هاجر بدر الدين والكابتن انجي الشامي اخت الكابتن ايه الشامي اللي موجوده على ارض الملعب، كل معلومه بتجيب معلومه. والكابتن ساره طلعت طبعا احدى اهم اللاعبات اللي مروا في تاريخ النادي الاهلي كلاعبه ليبرو في تشكيله النادي الاهلي، وبمناسبه الليبرو وذكرنا لاحدى نجمات النادي الاهلي في زمانات الكابتن هناء حمزه نذكر لاعبه معاره من النادي الاهلي لنادي الصيد ليبرو، بالتاكيد الكابتن مريم مصطفى احدى اهم اللاعبات كلاعبه ليبرو، كرمت في اكثر من مره 6 مرات كافضل ليبرو في البطولات المختلفه اللي كان بيشارك فيها خارجيا للنادي الاهلي واللي تنتهي اعارتها بنهايه هذا الموسم، قد تكون عودتها او تجديد اعارتها هنعرف بالتاكيد مع قرار الجهاز الفني بقياده الكابتن حمدي الصافي. لاعبه مؤثره ومهمه بالتاكيد علشان ثقه للنادي الاهلي في مركز الليبرو مع ندى وليد وملك مرجان وسلمى سعد، ثلاثي من لاعبات النادي الاهلي الليبرو الموجودات في هذا الموسم، ومريم مصطفى لاعبه تقيله بالتاكيد كلاعبه ليبرو موجوده في نادي الصيد، وعودتها للنادي الاهلي مكسب بالتاكيد بشكل او باخر في ظل ذكرنا للكابتن ساره طلعت طبعا، وكانت اول ليبرو في وجودها كلاعبه ليبرو في تشكيله سيدات النادي الاهلي اللي موجوده معانا في الاستوديو التحليلي النهارده بالتاكيد. ننتظر عودة الأجواء، ما زلنا نتابع أجمل ما جاء من نقاط ولقطات شوط أول بأفضلية أهلاوية 25-17 وشوط ثاني أفضلية أهلاوية ما زالت على أرض الملعب حتى توقف اللعب. وما زال المتابعة للأجواء طبعا العطل من صالة سبورتنج السكندري، هو الاجواء طبيعيه وقناه النادي الاهلي بتنقل بشكل طبيعي وما فيش عندنا الحمد لله اعطال بالنسبه للبث الحاضر من شاشه النادي الاهلي، ولكن المشكله في الاضاءه الخاصه او النور بالاحرى قطع في صاله نادي سبورتنج السكندري، ومن ثم طالما النور قاطع في النادي الصاله ما فيهاش اضاءه، فالاضاءه المتوفره اضاءه الشمس يعني اللي داخله الملعب ما ينفعش يتلعب على هذه الإضاءة استكمال المباراة، ومن ثم ننتظر العودة بالتأكيد للإضاءة علشان نستكمل مشوار المباراة اللي تفوق فيها النادي الأهلي في الشوط الأول ومتفوق في الشوط الثاني، وقلناها من البداية الأهلي يقدر يخلص 3-0 بأريحية، وأعتقد أنه في مباراة الاثنين أمام إما الزمالك أو الصيد الأقرب نادي الصيد، لأنه الصيد بما يملك من جيل صغير طالع استوى فنيا من بدري، اعتقد انه عنده فرصه مع الكابتن احمد فتحي انه يشكل خطوره على نادي الزمالك في هذه المباراه، وايا من كلا الفريقين هيجي لنا الاهلي هيلتهم ما بيهزرش وما بيرحمش، اللعب على بطوله تيجي عند بطوله يقول لك لا. اذا زي ما بنتابع دلوقتي مشاهدينا الكرام على المباشر من ارض الملعب انه الاضواء الكاشفه بدون اي اضاءه والنور مقطوع في الصاله بالاحرى في صاله سبورتنج السكندري، ومن ثم ننتظر العوده للاضاءه من جديد لاستكمال احداث المباراه. هنروح الملعب، توقعاتك للمباراه اللي فاضله؟ والله توقعاتي يفوز الاهلي 3-0. 3-0 كابتن ساره؟ وانا برضه توقعاتي 3-0. 3-0 ما فيش مفاجات تاني على نفس القرار. طيب اعزائي المشاهدين، لحظات وتنطلق احداث الشوط الثاني الى الملعب ومعلقنا الكابتن محمد عفيفي. شكرا من جديد الكابتن هيثم السعيد وضيفتيك محللتينا الكريمتين. بسم الله الرحمن الرحيم، العوده من جديد مره اخرى مشاهدينا متابعينا عبر شاشه الاهلي في كل مكان، واستكمال احداث الشوط الثاني من مباراه القمه، اولى مباريات الدور نصف النهائي من بطوله كاس مصر للسيدات موسم 2020 2021 للكره الطائره. الشوط الاول كان انتهى بافضليه اهلاويه
25-17. هنشوف استكمال الشوط الثاني والافضليه ما زالت اهلاويه على ارض الملعب. ونتيجه الشوط الثاني حتى الان ما قبل التوقف وانقطاع الكهرباء من الصاله 15-6 الافضليه للنادي الاهلي في شوط كان فيه هيمنه وسيطره من البدايه. طبعا سكت شويه علشان اتاكد لكم من النتيجه لانه زي ما قلنا الصاله هنا في صاله نادي الاسكندريه رياضي سبورتنج مش ما فيهاش او اللوحه مش مدعمه بالارقام الخاصه بالنتيجه، ومن ثم بنتابع النتيجه معاكم ومع زمايلنا كرو عمل طبعا شاشه قناه النادي الاهلي هنا في نادي سبورتنج الاسكندريه المحتضن لهذه المباراه. العوده من جديد للاستئناف والاجواء نهله سامح عبد القادر، ارسال امام اعداد بعد 10 دقائق اخذ فيها عمليه احماء وتسخين مره اخرى بعد التوقف ده من اكثر من 35 دقيقه على ارض الملعب. كوره هتعدي سهله شانس بول للنادي الاهلي. ندى وليد اعداد وو صاروخ جهه خمسه لكن ديفنس رائع. كوره تعدي سهله ثير شانس للنادي الاهلي. نهله سامح سهيله وفي الضرب حائط صد وكوره رابعه لانه الكوره ما لمستش في حائط الصد. الضربه اللي كانت موجوده من العالي من لاعبه اربعه هنا امامنا كانت ساره امين ضربت في الشبكه وردت لملعب النادي الاهلي، ومن ثم اي لمسه اخرى تبقى لمسه رابعه والهجمه ثلاث لمسات. 15-7 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب في احداث الشوط الثاني. ارسال امامنا فلوتر سهيله السريع شوفوا بس عشان تبقوا عارفين انه مشكله سبورتنج في السريع والعديد من الامور التنظيميه اللي موجوده على ارض الملعب وبعض اللعبات لو تغيرنا هيبقى في حاله افضل بالنسبه لنادي سبورتنج، لكن الكابتن حمدي الصافي بيلعب بتكتيك عالي ومهيمن ومسيطر ومستحوذ بيعرف يعمل التحويله حتى ما بعد ما كان متاخر في احداث الشوط الاول وتفوق 25-17 في الاخير. حتى الان سبورتنج هناك الكثير من النقاط الضعف اللي بتستغل بشكل كبير وتحديدا انه لعب السريع طول ما الامور ما فيهاش رفاهيه النتيجه على ارض الملعب. الاهلي هيركز على سيستم السريع من ثلاثه ضرب من ثلاثه، لو في رفاهيه والنتيجه مريحه ممكن يبقى في تنويع واستمتاع بالنتيجه على ارض الملعب. حصاد يقلم كره الكوره سهيله في السيستم تعملها من السكند بول تحاول تخدع الدفاع مره ثانيه. كره صعبه تضرب في العمق لكن ديفنس رائع وهنا ولا اجمل سهيله وفي حرجمت عليها وجابتها في الاخير وللمره الثانيه في الاولى عدت من السكند بول. فهذه المره من السكند بول تعمل البليس اللي معمول زي ما الكتاب بيقول تسقط الكره في قلب الملعب السكندري والنقطه في صالح النادي الاهلي. 17-7 على ارض الملعب سريع لمستها سهيله فهذه المره ما قرتش التفاهم اللي في ما بينها وما بين اي حمدي. تعدي دايما اقولها لما بقى فيه هيمنه وسيطره وحتى لو ما فيش بتيجي على ارض الملعب من حق الكبير يتدلع. فريق كبير وتقيل النادي الاهلي وسيدات النادي الاهلي وعندهم قدره على التعامل مع المباراه بالشكل المطلوب المرغوب فيه. كره اعداد في الاوبوزيت خدت العصا الهوائيه كره لمست العصا الهوائيه قبل ما تروح لملعب النادي الاهلي ومن ثم فقدت شرعيتها. الانتيلا العصا الهوائيه اللي طالعه على طرفي الشبكه لو الكره لمست فيها اخر لاعب لمست فيه كره ثم لمست في العصا الهوائيه تحتسب على فريقه النقطه، ومن ثم ضرب كان بخطا موجود من جانب هند نبيل. سهيله ارسال استقبال وحش قوي هتعدي سهله شانس بول للنادي الاهلي. نرمين مشاوي سهيله الضرب ايه تضرب تنزل من فرصة ممكن تعديها لكن حائط صد. فرصه جديده للنادي الاهلي الضرب بقوه هنا امامنا التي لا ترحم مطرقه في وقتها في سته توجع الملعب السكندري وظهور من جديد لايه حمدي الشامي تظهر وتبان عليها الامان تشغل هجوم النادي الاهلي. ضاربه من عيار تقيل اوبوزيت النادي الاهلي تمنتاشر تمانية بفرق العشر نقاط افضليه اهلاويه على الملعب. رسالات ايه رسالات سم رسالات رائعه رسالات مميزه من سهيله وفي زي الاعداد بالظبط بتنوع بتعمل التاخيره وتدي لساره امين الكوره علشان تضرب لكن حائط صد يقلم قوتها تتلم من العالي محاوله ضرب حائط صد مشروخ كان في ما بين ايه حمدي وهنا امامنا كانت نرمين المشاوي علشان تسقط الكره في ملعب النادي الاهلي. 18-9 على ارض الملعب. لينا طارق ارسال استقبال امامنا كوره تعدي سهله مع استقبال الارسال لازم اللمسه الاولى يبقى فيها فعاليه هنا من السريع التخليص من جانب هند نبيل.
استقبال الكره الاولى اللي بوظ هجمه النادي الاهلي. كره تعدي سهله والضرب السريع كان موجود من جانب هند نبيل علشان تخلص النقطه رقم 10 لنادي سبورتنج على ارض الملعب. ما زالت على الارسال لينا طارق. مشكله لينا طارق انها لعيبه اربعه لكن لا استقبال الكره الاولى عندها جيد ولا الديفنس بتاعها عالي، ومن ثم التفكير قد يكون من الكابتن ماجد مصطفى في ندى قرة انها تعمل التحويله على ارض الملعب في الديفنس تحديدا واستقبال الكره الاولى انها تكون مميزه. ضربه كان خارج حدود الملعب والنقطه في صالح نادي سبورتنج، النقطه رقم 11. 18-11 افضليه اهلاويه على ارض الملعب وثلاث نقاط متتاليه سكندريه. استقبال ساره امين، اعداد سهيله في السيستم، تخلص اكيد تخلص. الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش النادي الاهلي في وجود العملاق ايه حمدي الشامي، قصه اهلاويه في عالم الكره الطائره النسويه المصريه. نجلي طبعا الكابتن حمدي الشامي طبعا قصه في عالم التدريب مع نادي الشمس القاهري. وهنا امامنا كوره مع ارسال يبوظ الهجمه باستقبال ضعيف، ومن الفيرست تايم التخليص من نرمين المنشاوي تخلص وما ترحمش من جديد وتحط النقطه رقم 20 في صالح نادي الاهلي. اذا 20-11 الافضليه، فرق 9 نقاط اهلاويه وجيم خلاص يعني قضي الامر كلينيكيا خلص. استقبال امامنا اعداد سريع، حائط صد ديفنس موجود من ساره طارق ليبرو نادي الاهلي مره ثانيه. حائط صد مسمار يقوده ايه حمدي الشامي، متاسسه صح في عالم الكره الطائره لانه زي ما قلنا والدها الكابتن حمدي الشامي نتمنى له الصحه دائما يا رب، كان يعني عالي قوي في تأسيس هذه البطلة في نادي الشمس ثم انتقالها للنادي الأهلي وكانت صفقة من الصفقات الرابحة بالتأكيد. استقبال أمامنا سارة طارق، شقيقة لينا طارق، ولا سارة طارق ولا تلحقها لينا طارق، والنقطة في الأخير أهلاوية مع بلوك معمول زي ما الكتاب بيقول بفعالية حائط الصد والقراءات لاتجاهات الضرب اللي جاية من جانب لاعبات سبورتنج السكندري. سارة أمين فلوتر مع جامب، استقبال لينا اعداد ومحاوله ضرب حائط صد من كره الكره جت لسهيله تبقى في السيستم من السريع تسقطها. حلوه رائعه هي في البنات، ما ينفعش اقول يا ولد لكن ايه يا بنت يا رائعه، تخلص وما ترحمش بلمسه بلمحه فنيه تسقطها في الملعب السكندري وبهدوء وبثقه الكبار يمر النادي الاهلي للنقطه رقم 23. ثقه الكبيرات، استقبال ضعيف اللي كنت بتكلم عنه بيترجم على ارض الملعب. مشكله سبورتنج فانه الكابتن ماجد مصطفى مصمم على وجود لينا طارق على ارض الملعب. 25-11 شوط تاني في المباراه بعد 25-17 شوط اول في المباراه، الافضليه اهلاويه ولسه المباراه على ارض الملعب. العوده من جديد مره اخرى مشاهدينا متابعينا عبر شاشه الاهلي في كل مكان واستكمال مباراه القمه اولى مباريات الدور نصف النهائي من بطوله كاس مصر للكره الطائره سيدات موسم 2020-2021. كبيره الكره الطائره المصريه وكبيره الكره الطائره النسويه العربيه والافريقيه واحد كبراء الكره الطائره العالميه بالارقام والانجازات والجماهيريه النسر الاحمر النادي الاهلي اللي النهارده في مواجهه سبورتنج السكندري هنا في نادي الاسكندريه الرياضي سبورتنج في الصاله المغطاه. بعد شوط اول انتهى بافضليه اهلاويه 25-17 وشوط تاني انتهى بافضليه اهلاويه 25-11، ها هو الشوط الثالث وباذن الله الاخير في المباراه علشان ياكد الزعامه النادي الاهلي والتفوق والتاهل للمباراه النهائيه، وايا ما كان مين اللي جاي الصيد او الزمالك في يوم الاثنين الحسم باللقب والكاس والذهب علشان يبقى الثنائيه المحليه. اول ارسال كان موجود من سهيله وفيق ولكن الهجوم او سايد اوتس بسبورتنج او لسبورتنج كان بفعاليه في هذه المره، تاخيره نسبيه في التغطيه في عمق الملعب من نهله سبح، المهم انها قامت بسلام. النقطه الاولى لسبورتنج السكندري على ارض الملعب، بدايه احداث الشوط الثالث في المباراه بنفس التشكيله سبورتنج بدون اي تغييرات. وهنا امامنا التوجيه على الارسال باستقبال النهارده نسبيا في الشوط الاول بدايته وفي الشوط الثالث بدايته ندى وليد، مع انها من افضل اللاعبات اللي بتلعب في مركز الليبرو مع استقبال الكره الاولى او الديفنس الرائع، لكن النهارده محتاجه التركيز العالي او الثقه الزياده في مثل هذه المباريات لا تجوز. المره دي ساره امين تستقبل بشكل حلو قوي سهيله وفيق والضرب، ولا اجمل يظهر فعليا النادي الاهلي في احداث الشوط الثالث مع الاعداد القصير والضرب السريع. وزي ما قلت هو السيستم بتاع الكابتن حمدي الصافي و لعبات النادي الاهلي في ظل الثغره او الفجوه او السقوط الفني اللي موجود في سبورتنج، العب سريع تخلص وتضمن التفوق على ارض الملعب.
اول ما يبقى في رفاهيه في النتيجه تنوع سهيله وفيق اللي خدت دورها من الشوط الاول في منتصف الشوط الاول بدلا من شروق محمد فؤاد، ثم استكمال الشوط الثاني والشوط الثالث، وهنا بلوك تترد سهيله، اوه مطرقه هنا كانت من نهله لكن تترد مره ثانيه من ديفنس من سبورتنج، محاوله هنا ولا اجمل اي حمدي الشامي تختم على الكوره في وجود الى جوارها العملاق الاهلاوي سنتر النادي الاهلي نرمين المنشاوي، ثنائي اهلاوي نسوي مرعب مرعب مع البلوك اللي معمول زي ما الكتاب بيقول مسمار على الشبكه، يخلص النقطه الثانيه وتعديل تقفيل للشوط من بدايته على ارض الملعب 2-2. ساره امين فلوتر سباق كره اولى امام اعداد على السريع والتخليص في هذه المره فيما بين ليلى محفوظ موزع معد نادي سبورتنج والباصير او السنتر في تشكيله نادي سبورتنج اللي خلصت الكره الاخيره فرحه عباس. ارسال امامنا استقبال نادي الاعداد، نهله تضرب حائط الصد، كره تسقط ممكن تعدي سهله، هنا امامنا سهيله اعداد اوت اوف سيستم لكن تقدر تخلص ولا اجمل كروس كورت معمول زي ما الكتاب بيقول من العالي، هم عندهم برضو مشكله في دايره الديفنس اللي موجوده لاعبه اثنين ولاعبه واحد لما بتضم جهه سته في مشكله في قوس الدفاع ده، قوس الدفاع ده في مشكله في سبورتنج اسكندريه، ومن ثم النادي الاهلي مع السكاوتنج والداتا فولي بيستغلوا اجمل استغلال مع ضرب الزاويه من جانب اي حمدي من من الاوبوزيت من اثنين، هتعدي سهله نهله قيمه قامه كبيره وتقيله وبتعمل مباراه من افضل مبارياتها، لكن المره دي الضرب من العالي من أربعة هنا تظهر بإيجابية في هذه المرة كتانيا مدينة العصراء السمراء الكوبية اللي بتحط كرة باللاين وتخلص قضية في هذه المرة 4-3. سبورتنج يتفوق في أحداث الشوط الثالث من بدايته، لو تحولت لاتنين الكوبية دي ممكن تعمل إزعاج للعبات النادي الأهلي في حال وجود ندى قرة على أرض الملعب، بنفكر معاكم يهمنا يبقى في منافسة لكن كده كده الأهلي مسيطر مهيمن يخلص وبأريحية، وادي آية 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 ولا أجمل المطرقة اللي في وقتها اللي توجع من جديد الملعب السكندري تضرب في العمق فيما بين خمسة وستة تخلص وما ترحمش، لكن إعداد موزون رائع رائع من المايسترو الموجود على أرض الملعب سهيلة وفي قصة وحكاية لوحدها برضو نتكلم عنها في وقتها، خدت دورها على أرض الملعب صح يا واعية فاهمة وعارفة بتعمل إيه في مكانها كبصير كموزع كمعد كمايسترو للنادي الأهلي. اتكلمنا عن ندى وليد واستقبال الكره الاولى، نزول على ارض الملعب لسلمى سعد صغيره السن كبيره القيمه في التشكيله الاهلاويه وبتاخد ثقه وعين الكابتن حمدي صافي، كره حولت هنا هنا مع الدوران بقت في الاوبوزيت، كره جوه شوف ضربت لكن الديفنس الاهلاوي عالي عالي عالي، اتحولت مع الدوران موجوده في الاوبوزيت في اثنين، هي لاعبه عصراء تقيله اتحدث عن كتانيا مدينه الكوبيه السمراء اللي موجوده في التشكيله السكندريه، لكن الديفنس رائع والضرب باتقان وتقنيه عاليه علشان تبقى قضية جديدة قصية جديدة في الملعب السكندري. 5-4 الأفضلية أهلاوية، استقبال أمامنا. كرة بصعوبة ما تتجابش ما تتجابش تطلع في المدرجات والنقطة أهلاوية. 6-4 الأفضلية للنادي الأهلي، هيركب ومش هينزل لأنه الأهلي بيخلص وما بيرحمش. 6-4 الأفضلية أهلاوية على أرض الملعب في أحداث الشوط الثالث قد يكون الأخير. وباذن الله هيكون الاخير، اي حمدي قليلا ما تخطئ، عارفين عارفين كنت بقولها على مين؟ ناتاليا كونجاروفا، في لعيبه اسمها ناتاليا كونجاروفا اللي بيتابع دلوقتي دوري الامم للسيدات وللرجال طبعا اللي ابتدى صفوه في عالم الكره الطائره النسويه على مستوى المنتخبات في منتخب روسيا، كنت اقول عليها الملكه لما كنت بعلق كاس العالم الاخير في اليابان او بطولات العالم او دوري الامم، بالنسبه للنادي الاهلي اي حمدي الملكه، وهنا امامنا ظهور بايجابيه مع التغييره اللي حدثت على ارض الملعب، فريده الحناوي تضرب من العالي وتخلص باتقان وتقنيه عاليه من 4-4 بزاويه حاده اكثر حديه على دفاع سبورتنج السكندري علشان تخلص قضيه جديده بوجودها على ارض الملعب مع روتيشن اللي بيحصل في وجود فريده الحناوي وسلمى سعد في الابره، فلوتر استقبال ضعيف كوره بره، وقلنا مشكله سبورتنج في وجود لينا طارق في مركز اربعه ويعني مشكله حتى ساره طارق في استقبال الكره الاولى الاثنين شقيقتين عندهم مشكله في استقبال الكره الاولى و
في قلق ولذلك مع التايم اوت الاول الرسمي المحق في احداث الشوط الاول كتكنيكال تايم اوت او وقت مستقطع فني اول في احداث الشوط الثالث الكابتن ماجد مصطفى بيتكلم مع لينا طارق بيسالها ايه الحاله ولكن فنيا الحاله ما تسمحش انها ولكن هي رؤيه فنيه طبعا لكنها تستمر على ارض الملعب قد يكون هناك في نتيجه قاسيه جديده في هذا الشوط على سبورتنج السكندري من لعبات النادي الاهلي في ظل انه ما فيش اي اصابات ما فيش اي لعبات عندهم مشاكل في سكواد سبورتنج كوره في السيستم تخلص اوه ولا اجمل السيل خلفي الدوبل العالي من سهيله وفيق تمشي المباراه زي ما هي عايزه مايسترو ما تقلش قدرات او مهارات عن اللي موجوده على دكه البدلاء ولما تنزل تسد وتهد اي حد اتحدث عن شروق محمد فؤاد خرجت لينا طارق ونزلت ملك شاهين في مركز أربعة للسبال الكرة الأولى والديفنس ماشي سبال مميز محاولة من السكند بول تدخل سهيلة قبل آية تعدي 9-6 الأفضلية أهلوية على أرض الملعب في أحداث الشوط الثالث من المباراة ليلى محفوظ البصير سال أمامنا اعداد سهيله ساره اسقاطه كره فلور تاتش لمست الارض قبل وصول الديفنس للاعيبه اربعه هنا امامنا في محاوله الدفاع المنخفض من جانب الكوبيه كتانيا مدينة ومره تانية نور بيقطع طب ما هو النور مش قاطع في كاميراتنا المشكله انه النور مش قاطع في الكاميرات بتاعتنا ولا في اي مشكله بالنسبه او تخص كاميرات النادي الاهلي او شاشه النادي الاهلي وقد يكون في مشكله في الصاله يعني ما نقدرش نقول انه في مشكله مش مدروسه يعني او محسوبه او غير محسوبه ما نعرفش بس الامر مش حلو يعني شكله مش حلو بالنسبه لاستضافه مثل هذه المباريات في نصف نهائي كاس مصر في مباراه كبيره في مثل هذه المباريات ما ينفعش لانه في اربع ساعات متقطعه عدى منهم تقريبا نقول الساعه الاولى وفي ثلاث ساعات وما بعد ذلك اما توفير نادي سبورتنج صاله اخرى ده في الرولز ده في اللوائح اللي بتحكم صاله اخرى تروح بقى نروح معاهم صالة الاتحاد شاطبي صالة سموحة السكندري علشان نكمل المباراة في نفس اليوم او يتم ارجاءها واستكمالها في يوم تاني في نفس الصالة او في صالة اخرى على حسب اللوائح مش حلو شكلها مش حلو في حق نادي سبورتنج انه يحدث مثل هذه المواقف في ظل انه لازم الصالة تكون مهيئة لانها بتستقبل فريق كبير وتقيل في مباراة على المباشر بينقلها النادي الاهلي بشكل مباشر وحصري وكرو عمل موجود وناس بتتابع وقناة بالستوديو تحليلي وفريق عنده أحمال تدريبية وعنده أوقات للمباريات ومن ثم التقطيعات دي مش في صالح لا لعبات سبورتنج ولا لعبات النادي الأهلي ولا في صالح التنظيم اللي لازم يكون راقي من نادي سبورتنج السكندري اللي المفروض النهاردة أو شكله النهاردة مش حلو الحقيقة في تنظيم هذه المباراة الحقيقة نصف النهاية في كأس مصر وزي ما احنا عارفين النهاية هيكون يوم الاثنين القادم في صالة الشرقية للدخان بالقاهرة وغالبا هيكون ديربي قاهري ما بين النادي الأهلي وعلى الأغلب الصيد قد يكون هو الأقرب أمام نادي الزمالك النهاردة في المباراة الثانية أو نصف النهائي الثاني لمباراة كأس مصر في هذا الموسم لكن مستمرين معاكم بالتأكيد وهنتابع أجمل ما جاء من نقاط ولقطات في أحداث الشوط الأول والثاني والثالث من المباراة وحتى الآن ننتظر العودة بعد الشوط الأول انتهى بأفضلية أهلوية 25-17 والشوط الثاني انتهى بأفضلية أهلوية 25-11 هيمنة على المباراة ولا يبقى فيها الكثير أعتقد أن النادي الأهلي خلص ولا يرحم في مثل هذه المباريات لكن التنظيم عليه العين أنه يجب أن يتم اختيار بالشكل السليم لأنه زي ما قلنا كاميراتنا شغالة وما فيش أي مشكلة في الكهرباء اللي موجودة في المدرجات طب إيه علاقة الأضواء الكشفة اللي موجودة في الصالة مشكلة ويعني الاتحاد واللجنة لازم تسأل أكيد في مثل هذه المواقف يعني ننتظر العودة من جديد على أرض الملعب يعني يمكن مش بس المسؤولين عن النادي الأهلي والجهاز الفني النادي الأهلي ولعبات النادي الأهلي هم اللي متضايقين حتى المسؤولين عن نادي سبورتنج متضايقين لكن هم المفروض يسألوا عن ما يحدث على صالتهم هنا في الإسكندرية ننتظر العودة من جديد للأجواء ولعبات النادي الأهلي في إراحة نسبية ما قبل العودة لعمليات الحماية والتسخين لاستكمال هذه المباراة التي لا يبقى فيها الكثير زي ما قلنا شوط أول بأفضلية أهلوية شوط ثاني بأفضلية أهلوية وشوط ثالث ما زال حتى الآن بأفضلية أهلوية وننتظر العودة من جديد
في ظل انه نادي سبورتنج السكندري بقياده فنيه للكابتن ماجد مصطفى ابن من ابناء النادي الاهلي. وبالمناسبه في موسم 2017 2018 الكابتن ماجد مصطفى مرن منتخب مصر، وكنت بتكلم على لعيبه بعينها انها ممكن تفيد سبورتنج في هذا اليوم اللي هي ندى قره كان واخدها كلاعيبه اربعه الاجوار نهله سمح عبد القادر لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده كابتن وقائد النادي الاهلي على ارض الملعب لتكتيكات محدده. اليوم عندما سحبت لينا طارق باستقبالها الضعيف للكره الاولى والديفنس السلبي كان نزول لملك شاهين، لكن لسه ما شفناش ادائها على ارض الملعب في ظل التفوق للنادي الاهلي وما خدتش كتير على ارض الملعب. ننتظر العوده من جديد للاجواء. مره ثانيه انقطاع الكهرباء من الكهارب او من اللمبات الخاصه او الكشافات الخاصه بالصاله من اعلى، لكن المدرجات فيها كهرباء عادي ما فيش مشاكل وامور، وده الغريب وده اللي يخلينا نسال ونسال بزياده شويه كمان. ما زال لاعبات النادي الاهلي في حاله من الاسترخاء في هذه اللحظات. آية حمدي وندى وليد تغييرتها فيما بينها وما بين سلمى سعد تغييرها كانت في محلها، والعودة للأجواء الطبيعية على أرض الملعب من جديد. يعود أو تعود الأضواء الكاشفة على أرض الملعب في هذه اللحظات. ننتظر أنه الكهارب أو الأضواء الكاشفة أو الإضاءات تسخن شوية علشان تنور من جديد في الملعب، ثم ما بعد ذلك نتحدث بقى عن العودة من جديد. ومش هيبقى فيه عمليات احماء وتسخين، مش هيبقى فيه عمليه احماء وتسخين، بس فقط عدد من الدقائق. واللي وصل لنا انه حتى المسؤولين عن نادي سبورتنج متضايقين مما يحدث من الاضاءه والاناره والاطفاء في الصاله هنا الرئيسيه، لانه الصاله الثانيه اللي موجوده في نادي سبورتنج لا تصلح لاقامه مثل هذه المباريات ولا للتصوير ولا لهكذا، يعني مش هنعرف لو اتنقلت فيها المباراه مثلا هي لا تصلح يعني، وكمان ما ينفعش ان احنا ننقل منها. ومن ثم ننتظر ومن غير عمليات احماء وتسخين، وكانه تايم اوت يعني ما عدناش دقيقتين النور قاطع، وده كويس يعني الحمد لله. نكمل بقى حتى نهايه هذا الشوط علشان ناكد تاهل النادي الاهلي باذن الله ولاعبات النادي الاهلي مع الكابتن حمدي الصافي لنهائي كاس مصر، ولمره جديده بعد ما توج بلقب الدوري. اللقب والدرع والذهب كان في صاله الامير عبد الله الفيصل باهل الجزيره بعد الفوز على الصيد علشان يحقق العلامه الكامله 22 من 22 66 نقطة 22 فوز، ولم يسقط في أي مباراة ولم يخسر إلا 3 أشواط وما فيهمش شوطين في مباراة واحدة، يعني ما فقدش نقاط. شوط أمام الشمس، شوط أمام الزمالك، وشوط أمام الصيد في آخر الجولات، والأهلي أول وزمالك تاني في ترتيب جدول الدوري بالنسبة للسيدات في هذا الموسم في ريجولار سيزون ومرحلة التتويج، والصيد تالت، وسبورتنج اللي كان عنده نفس الرصيد من النقاط، أو مش نفس الرصيد من النقاط، عنده نفس الرصيد من عدد الانصارات. طب انا ليه قلت انا ما غلطتش وقلت الرصيد من النقاط وعدد الانصارات؟ علشان اميز لكم بحاجه، انه في دوري الرجال ودوري السيدات عدد الانصارات اللي بتحسم الالقاب في الدوريات، يعني لو فريق عنده 50 نقطه وفريق عنده 56 نقطه بس اللي عنده 50 نقطه حقق عدد انصارات اكبر، وده بيحدث في عالم الكره الطائره، هو اللي ياخد الدوري رغم ان هو عنده 50 والفريق اللي في المركز الثاني عنده 55 نقطه، لكن بعدد الانصارات وليس بعدد النقاط. ولذلك في عالم الرجال النادي الاهلي ونادي الزمالك كانوا متساويين في عدد الانصارات بعد فوز الاهلي على الزمالك في جوله الحسم، جوله رقم 22 والاخيره اللي تابعناها منذ يومين على شاشه قناه النادي الاهلي في صاله المقاولون العرب، وفاز النادي الاهلي بثلاثه اشواط نظيفه رجال النادي الاهلي اللي توجوا باللقب والدرع والذهب وفرقوا بالنقاط ما بعد تعادل عدد الانصارات، وده الاهم. ماشي، تعود الاضواء الكاشفه من جديد للصاله الرئيسيه هنا في نادي سبورتنج السكندري، وننتظر استئناف المباراة من جديد على أرض الملعب في هذه اللحظات. ونتأكد لكم من نتيجة في الشوط الثالث، الفارق 3 نقاط حتى الآن لصالح النادي الأهلي، ده ما قبل انقطاع التيار الكهربائي. 15-17 شوط أول، 25-17 شوط أول، 25-11 شوط ثاني. 15-17 ده ما كانش بيحدث إلا في تجربة عملها الاتحاد الدولي لو تفتكروا بطولة كنت معلق عليها في 2017، بطولة العالم للشباب تحت 23 عام في مصر، كان بيلعب بيست اوف 7 او الافضل من 7 اشواط، والشوط من 15 نقطة، وكانت تجربة حتى اتجربت في بطولة العالم للشابات تحت 23 عام،
اللي هو الشوط من 15 نقطه، طب تبقى 17 15 ازاي؟ لان لو تعادلوا 14 14 لازم يلعبوا علشان ياخدوا الكسر بفارق النقطتين زي كده تاي بريك في عالم التنس، بمناسبه ان احنا بنتابع في هذه الايام رولان جاروس العرصة الاكبر لموسم الاراضي الترابيه في عالم التنس، وعلى مستوى السيدات اشلي بارتي بطله العالم انسحبت بدع الاصابه، ناومي اوساكا اليابانيه انسحبت بتاع مشاكل ذهنيه وعدم التعامل مع الاعلاميين، قصص هناك في وانس جابر بطلتنا العربيه التونسيه الممثله الوحيده بتستمر في المنافسه، واعتقد هتروح لمكان بعيد الممثله العربيه الوحيده في منافسات رولان جاروس للتنس. على مستوى الرجال مراكز القوه تتحرك بثبات فيها للمتابع تنس او اللي يحب يتابع تنس، نوفاك جوكوفيتش، رافائيل نادال، روجر فيدرر، الثلاثي اللي موجود في نصف واحد وغالبا في مواجهه محتمله بعد ما فاز روجر على تشيلتش في مباراة الدور الثاني، قد يكون نوفاك جوكوفيتش امام روجر في ربع النهائي وامام رافائيل نادال في نصف النهائي، لو مين فيهم يعدي روجر ولا نوفاك؟ واعتقد نوفاك اقرب، يعني العمليه فيها سخونه الحقيقه في ظل ان دومينيك ثيم طبعا ما تاهلش. شويه كده بنطلع بره الكره الطايره لانه احداث كبيره ومهمه في عالم الرياضه بشكل عام وتحديدا في عالم التنس بشكل خاص، في احداث رولان جاروس للتنس اللي لعبت العام الماضي في شهر 9 ما بعد توقف الكوفيد، هذا العام تاتي في موعدها 2000 نقطة على مستوى الرجال والسيدات، سيرينا ويليامز لسه مكملة على مستوى السيدات بمناسبة ابتعادها ثم عودتها، بتبحث عن اللقب رقم 24 في الجراند سلام علشان تعادل الأرقام الأسترالية مارجريت سميث كورتس، بينما 2020 الجراند مان نادال وروجر فيدرر، رافائيل نادال وروجر فيدرر المتدور الإسباني والكوكب للتنس، كوكب التنس روجر فيدرر. نوفاك 17 وبيت سامراس من وراهم 14، عالم تاني. عموما نعود للاجواء وعمليات الحمايه والتسخين السريعه ما بعد التوقف اللي ما دامش كتير، لكن حكم المباراه ادى وقت علشان الاضاءه الكاشفه تسخن على ارض الملعب او اللمبات تسخن على ارض الملعب ومن ثم تاتي بالاضاءه المطلوبه او الشكل المطلوب المرغوب فيه في الاضاءه. ننتظر عوده الاجواء الطبيعيه من جديد على ارض الملعب في ظل التفوق للنادي الاهلي بشوطين وعلى بعد نقاط قليله في الشوط الثالث من اجل حسم تذكره العبور للفاينل 2 للنهائي الكبير، النهائي الحلم اللي دائما ما يبحث عنه حمدي الصافي والجهاز الفني للنادي الاهلي ولاعبات النادي الاهلي، مهما كان راح مين جه مين مكمل مين مشي مين اعير، يبقى النادي الاهلي متفوق في كل الاوقات وفي كل البطولات. اذا العوده للاجواء الطبيعيه من جديد على ارض الملعب، ولسه ما بعد هذه المباراه استكمال الاستوديو التحليلي مع الكابتن هيثم السعيد، الكابتن نجلاء فوزي، الكابتن ساره طلعت نجمات النادي الاهلي في الزمانات، وقلنا الكابتن نجلاء فوزي من اللاعبات اللي لعبوا لكلا الفريقين اللي موجودين على ارض ملعب من سبورتنج وانتقلت للنادي الاهلي ما بعد ذلك، والاثنين يعني الكابتن نجلاء فوزي والكابتن ساره طلعت والكابتن يسرى عبد الكريم واسماء كتير عدت على النادي الاهلي دلوقتي هم اللي ماسكين الاساس اللي هم قطاعات الناشئين في النادي الاهلي في الكره الطائره، وطالما الاساس سليم يا جبل ما يهزك ريح، ودائما النادي الاهلي اساسه سليم بالتاكيد. اذا ننتظر العوده، المريم متولي هي اللي هتكون على الارسال سنتر النادي الاهلي لاعب الثلاثه في التشكيله الاهلاويه في غياب النهارده لفريدة العسقلاني اللي زي ما قلنا كانت او ما زالت كانت وما زالت في المعسكر الخاص والمشاركه مع الارتباطات الخاصه ب الكرة الطائرة الشاطئية إلى جوار دعاء الغباش لعبات النادي الأهلي. تستنى في المباراة الجديدة استقبال الكرة الأولى بصعوبة، تحدي الشبكة هنا موجود والنقطة أهلوية، النقطة أهلوية، لمس للشبكة في التعامل من جانب ليلى محفوظ معد نادي سبورتنج السكندري، إذا النقطة في صالح النادي الأهلي مع التحدي اللي كان موجود على الشبكة والمتابعة الأكثر من رائعة من رمين المنشاوي اللي استوت فنان في إعارتها لسبورتنج، ثم العودة ما بعد كمان الفوز بلقب افضل لاعبه في بطوله الشارقه للكره الطائره للسيدات، ولا اجمل ساره امين، امين معاها كل الامان، ضرب بمثاليه باتقان وتقنيه عاليه توجيه من 4 في 5 بزاويه فيها اتقان في التعامل واختيارها في ملعب نادي سبورتنج السكندري. ساره امين على ارض الملعب بالفعاليه من مركز 4 تضرب وتخلص في ظل خروج او وجود على ارض الملعب ليه مي غزال في هذه اللحظات كلاعب ثلاثة الى جوار مريم متولي. السبال بصعوبه كوره في 4 ضرب حائط صد علم كوره الكوره ومتابعه من اي حمدي، مره ثانيه حائط صد سهيله سكند بول، ولا اجمل للمره الثانيه تعملها خداع للدفاع السكندري باتقان وتقنيه عاليه تحط الكوره في اجمل صوره، ولا اجمل من السكند بول تعمل البليس
تسقط الكره لانها اريه كويس قوي ما خلف حائط الصد، في فجوه في قلب الملعب السكندري. ارسال ما تتحكمش، مريم متولي 13-7 نتيجه رسميه حتى الان في احداث الشوط الثالث من المباراه الافضليه اهلاويه. عوده من جديد لسلمى سعد لان سايد اوت اهلاوي ومحتاج استقبال الكره الاولى بامتياز. سلمى استقبال اعداد سهيله، اسقاطه حلوه لكن مقروءه في هذه المره من هدير كمال ليبرو نادي سبورتنج. مره ثانيه محاوله هنا لكن الضرب اتحولت للاوبوزيت، بدات تشكل خطوره على النادي الاهلي. اتحدث عن الكوبيه السمراء العصراء اللي موجوده على ارض الملعب فيها التشكيله السكندريه. كيتانيا ميدينا، كيتانيا ميدينا لاعبه عصراء بتعرف تخلص من الاوبوزيت بشكل افضل لان استقبال الكره الاولى عندها كمان مش عالي فمش مجيده قوي كلاعبه اربعه. استقبال امامنا سلمى سعد، اعداد سهيله، ساره تزقها في عمق الملعب لكن تغطيه من سته. اعداد امامنا ليلى محفوظ والضرب ولا مره جديده تستغل حائط الصد لصالحها، وده اللي اتكلمت عنه والترجمه اللي موجوده على ارض الملعب، فكره انه لاعبه بحجم كيتانيا ميدينا هذه اللاعبه الكوبيه السمراء العصراء اللي موجوده في التشكيله السكندريه لو الكابتن ماجد مصطفى استغلها مش في اربعه في اثنين هتاثر وهتعمل ازعاج للاعبات النادي الاهلي مع الضرب. فلوتر استقبال فريد الحناوي، اعداد بجر هتعدي سهله من ساره امين، شانس بول لسبورتنج، اعداد خلفي اوه كمان مره كمان مره لازم تايم اوت دلوقتي لو الكابتن حمدي الصافي عايز يلم الامور علشان الشغل اللي بدات تعمله اللاعبه كيتانيا ميدينا او كيتانيا ميدينا بقى عالي قوي من جهه الاوبوزيت ومن ثم بقت خطيره هذه البطله. فلوتر بصعوبه ساره امين تجيبها تعدي سهله، فريد الحناوي شانس بول لسبورتنج، كوره اعداد لنفس اللاعبه هتخلص ما تخلصش، دفاع رائع من سلمى سعد حلوه اوه هنا ولا اجمل ايه حمدي الشامي تحط المطرقه اللي في وقتها اللي توجع الملعب السكندري في التوقيت في التوقيت. تضرب بالداون لاين اختيار الستريت لاين في العمق من الاوبوزيت جهه خمسه تحط الكوره في اجمل صوره علشان تخلص النقطه رقم 14 للنادي الاهلي 14-10 بفارق الاربع نقاط افضليه اهلاويه في احداث الشوط الثالث على ارض الملعب. سهيله اتقان في الارسال توجه جهه ساره طارق الليبرو، كوره تضرب في المتناول ايه في السيستم تخلص اوه كوره جوه كوره جوه بلوك موجود من هند نبيل طلع من بدري ومقفله بشكل رائع الحقيقه علشان تاخد البلوك في هذه المره وتحط النقطه رقم 11 في قعبه سبورتنج السكندري 14-11. هند نبيل استقبال امامنا سلمى سعد، اعداد كوره اسقاطه نقطه اهلاويه في الاوبوزيت شغال في العالي ماشي دايما اي حمدي تلاقيها في اي مكان تعرف تضرب ما تهزرش وما ترحمش اسقاطه بمعلمه اسقاطه بمعلمه من اي حمدي الشامي من جهه مركز اربعه مع دوران موجوده في هذه الجهه. استقبال امامنا مدينة اعداد لكن تترد سكند شانس اوه تضرب تستغل حائط الصد لصالحها هذه العصراء الكوبيه تستخدم حائط الصد في هذه المره والى خارج الملعب كيتانيا ميدينا 15-12 الافضليه اهلاويه او بالاحرى علشان الارسال مع سبورتنج نقول 12-15. ارسال امامنا سلمى عصام سبال اعداد سهيله ضرب في حائط الصد لكن سهيله متابعه اكثر من رائعه اوت اوف سيستم هتعدي سهل اوت اوف سيستم يعني مش مرفوعه من البصير او حتى من البصير بس من التلتين مش من التلت كوره هتصده الى خارج الملعب قد يكون التفكير اقرب دلوقتي لتايم اوت او يستنى كابتن حمدي للتكنيكال تايم اوت ويوفر اثنين تايم اوت حرين محقين ليه في احداث الشوط. ما زالت على الارسال الكابتن والقائد سلمى عصام او ريشه يطلق عليها ريشه ده الاسم بتاعها من ايام الكابتن محمد صلاح والتدريب مع فريق نادي سبورتنج. في لمس للشبكه والنقطه اهلاويه رغم ان الضرب كان خارج حدود الملعب لكن في لمس شبكه حاضر ومفيش تشالنج موجود لكن القرار السيادي ولا رجعت فيه من حكم المباراه الرئيس الكابتن علي جوهر اللي اكد انه الكوره كان مع البلوك كان في لمس للشبكه من جانب كيتانيا ميدينا اللاعبه الكوبيه السمراء العصراء اللي موجوده في التشكيله السكندريه ومن ثم
النقطة أهلوية على أرض الملعب. الوصول للسكند تكنيكال تايم أوت، الوقت المستقطع الفني الإجباري الثاني في أحداث الشوط الثالث من المباراة بأفضلية أهلوية بفرق 3 نقاط 16-13. مي غزال على الإرسال، تفتكروا تألقها علقت لها على مباريات مع منتخبنا الوطني للناشئات تحت 16 عام مونديال مصر 2019 لو تفتكروا، كنا خدنا مركز تاسع لكن عملت مباريات كبيرة وتقيلة. حائط صد وإلى خارج الملعب، تستخدم حائط الصد هذه المرة تانيا مدينة الكوبية، بدأت تشتغل وبدأت تعمل إزعاج للعبات نادي الأهلي، قلنا سواء استخدمها في الأوبوزيت أو في العالي بتعرف تخلص، عندها خبرات وقدرات هذه المحترفة. تلعب إرسال تسقط لكن صار أمين صحية، إعداد سهيلة، الضرب في حائط الصد وإلى داخل الملعب الأهلاوي. قد يكون في تغييرة ممكن تحدث في مركز أربعة بالنسبة للنادي الأهلي في وجود فريدة الحناوي، تقيلة وكبيرة وبرضو كانت من نجمات منتخبنا الوطني تحت 16 عام في مونديال مصر 2019 مع مي غزال نشأت النادي الأهلي، لعبات اللي اكتسبنا الخبرات من بدري لكن ما زالت على أرض ملعب. مريم متولي دايما 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 التكتيك النادي الأهلي تقرب مع النتيجة وتبقى كلوز ما بينه وما بين سبورتنج السكندري، العب على السريع أمن، وكان لي ما أراد كابتن حمد الصافي في التكتيك اللي تنفذ فيما بين سهيلة وفي ومريم متولي. سيبها الأمامنا بصعوبة سارة طارق، إعداد من المنطقة الدفاعية تدي فرصة للبلوك، تدي فرصة للبلوك، لسه هقول لكن كان البلوك أسرع مني، تضرب من المنطقة الدفاعية من الأوبوزيت، هنا أمامنا كانت كيتانيا مدينة الكوبية لكن قدامها مسمار ثنائي أهلاوي مرعب يقفل زوايا الضرب أمامها. أي حمدي الشامي على الإرسال، فلوتر توجه سيبها الكرة الأولى سارة طارق، إعداد ضرب حائط الصد وإلى داخل الملعب، إعداد موزون هذه المرة من ليلى محفوظ والتخليص بالضرب القطري كان بفعالية. فرحة عباس تخلص وتروح على الإرسال في هذه اللحظات. فلوتر سبال ضعيف تعدي سهلة، شانس بول لسبورتنج، إعداد هنا أمامنا والتخليص من السنتر، الدوبل الخلفي لأمامنا هنا كانت هند نبيل مع إعداد موزون ما اداش قراءة لديفنس أو بلوك النادي الأهلي بشكل سريع. الحقيقة كان إعداد ليلى محفوظ علشان تخلص نقطة لصالح سبورتنج السكندري. 18-17 الأفضلية أهلوية بفرق النقطة الواحدة. ما زالت على الإرسال فرحة عباس في هذه اللحظات. سبال أمامنا، إعداد سريع، كرة برة ما لمستش السايد لاين. مريم متولي يعني بيطالب حكم المباراة الكابتن علي جوهر إنه يسأل اللاين مان، واللاين مان أكد ما بعد ما أشار إلا إن الكرة جوه قالك لا برة، حسبت النقطة في الأخير لصالح سبورتنج السكندري. 18-18 تعادل على أرض الملعب في أحداث الشوط الثالث. فرحة عباس على الإرسال، هتلعب فلوتر هتوجه جهة فريدة الحناوي، صح كده وجهت لكن تستقبل فريدة، إعداد جت لها وصح إنها تجيلها بهذا الشكل، دورها مايسترو موزع معد بنكهة احترافية بنكهة عالمية. سهيلة وفيق تقيلة كبيرة رغم صغر السن ولكنها كبيرة القيمة في التشكيلة الأهلوية، تجيلها في التلتين وترفع رفعة موزونة علشان ما بعد التوزيع تسهل لأي حمدي إنها تحط المطرقة اللي في وقتها. سيبها الأمامنا كتينا مدينة الكوبية، إعداد محاولة هنا للإسقاط لكن ديفنس رائع من جانب آية حمدي، مجهود يذكر فيشكر لكن في لمس شبكة والنقطة لسبورتنج السكندري علشان يستمر التعادل في هذا الشوط على أرض الملعب 19-19. على الإرسال بصير سبورتنج في هذه اللحظات، ليلى محفوظ توجه سيبها الكرة الأولى سلمى، إعداد سهيلة ضرب بلوك لكن تترادى مرة تانية، تنوع سهيلة والضربة وحشة قوي لكن تعدي آية حمدي فكرت أكتر من تفكير كانت متأخرة في التعامل وعلى ارتفاع الكرة ما تتحكمش بتوجيه ريسك الإيد علشان تضرب، فكرت في الإسقاط أو في الضرب العالي التقيل يعني بالكروس لأنه زي ما قلنا كوس الدفاع مش عالي من جانب لعبات سبورتنج، لكن تعدي وكمان مرة السبال ضعيف للكرة الأولى، لازم تايم أوت دلوقتي من الكابتن حمدي الصافي، وخد التايم أوت بالفعل
لازم دلوقتي تايم اوت وخد التايم اوت. 21-19 ولا اول مره في ثلاث اشواط خلال المباراه سبورتنج يتفوق بفارق النقطتين على النادي الاهلي. يعرف يقلب الجيم طبعا طبعا. نقله سامح وتغييرتها في وجود فريده الحناوي على ارض الملعب قللت شويه من استقبال الكره الاولى والديفنس وحتى الضرب من العالي بالشكل الفعال. لكن ما زالت على ارض الملعب فريده الحناوي من اللاعبات الثقيلات زي ما قلنا صغيرات السن وكبيرات القيمه في التشكيله الاهلاويه كلاعبه اربعه الى جوار ساره امين وكبصير سهيله وفي المتالقه النهارده ولاعبات ثلاثه اللي موجودات على ارض الملعب مريم متولي ومي غزال ومي غزال بتخرج وتنزل مكانها فيها تغيير الحره سلمى سعد. استقبال سلمى سهيلة اعداد ساره تخلص ساره تخلص ولا اجمل تستخدم حائط الصد بالشكل المطلوب المرغوب فيه مع توجيه ريسك الايد علشان طالما مقفل لازم يكون عندها الحلول وكان عندها الحل وكان ليها ما ارادت انها تستخدم حائط الصد لصالحها. تطلع في تغيير الحره سلمى سعد وتنزل علشان البلوك من المنطقه الاماميه مي غزال. استقبال امامنا مدينة اعداد ضرب ديفنس رائع مريم متولي اوت اوف سيستم فريده الحناوي لكن تعرف تخلص اكيد تعرف تخلص الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش النادي الاهلي مع التايم اوت. قلب الجيم قلب الجيم هيركب ومش هينزل لانه ما بيهزرش وما بيرحمش. 21-21 نقطتين متتاليتين بعد التايم اوت اكبروا الكابتن ماجد مصطفى على الحصول على تايم اوت الحر المحق ليه في احداث الشوط الثالث من المباراه. ثلاثين ثانية بما قل ودل يقفل الجيم ويخليه اكوال فيما بين الفريقين الكابتن ماجد مصطفى علشان يحاول يهرب بهذا الشوط بالتأكيد تفكيره مش عايز يركب النادي الاهلي ولو بفرق النقطة الواحدة. على الارسال مريم متولي تاخد من بره توجه على مين فين ازاي مع وقفة البصير والداتا فولي والسكاوتنج اللي جاي من بره تحطه فين جهة خمسة لعبة اربعة على كيتانيا مدينة الكوبية المحترفة في التشكيلة السكندرية النهاردة. ناتاليا فرنانديز البرازيلية المحترفة في تشكيلة النادي الأهلي مش في حالتها كما هو الحال بالنسبة للكثير من المباريات خلال هذا الموسم ومن ثم سارة أمين فعالة على أرض الملعب تاخد كله تروس وبتكمل بعضها من أجل تفوق النادي الأهلي. زي شروف فؤاد نجمة كبيرة نزلت سهيلة وفيق كملت إرسال برة توجيه في العمق من مريم متولي لكن الكرة ما لمستش البيز لاين للملعب السكندري. هدير كمال تاخد دورها كاليبرو في تشكيلة سبورتنج مع التغيير الحرة. على الإرسال أمامنا في هذه اللحظات ملك شاهين خروج سلمى عصام ونزول ياسمين سراج على أرض الملعب في هذه اللحظات. ملك شاهين تخطئ تعادل على ارض الملعب 22-22 الاكثر تركيزا والاقل اخطاء. تخرج من جديد بنفس التغيير ياسمين سراج وقلنا تغييره اللعيبه اللي خرجت تنزل مكانها نفس اللعيبه اللي خرجت مكانها يعني في ست تغييرات اللي متاحين في كل شوط ده بخلاف التغيير الحره مالناش دعوه بيها. مره جديده تعود سلمى عصام ريشه كابتن وقائد سبورتنج السكندري على ارض الملعب. سهيله وفي على الارسال فلوتر توجه جهه ميدينا استقبال امامنا بصعوبه محاوله حاطه صد ما تجيش غير كده ما هو لا يفل الحديد الا الحديد ومع الاستقبال وصعوبه الرفعه مع الكره الثانيه تدينا ايحاء انه الكره قريبه من الشبكه ما تديش حلول للضاربه وتحديدا سلمى عصام ريشه ما قدرتش انها تتعامل مع البلوك اللي كان عنده القراءه الايجابيه وساره امين مقفله باتقان وتقنيه عاليه علشان تحط ايديها مسمار موجود على الشبكه و تخلص النقطة رقم 23 مع بلوك جديد لصالح لاعبات النادي الاهلي. تايم اوت حر اخير محق للكابتن ماجد مصطفى محاولة مسك الجيم قبل ما يفرط من بين ايدين لاعبته. 23-22 على بعد نقطتين النادي الاهلي من حسم الشوط والمباراة وتذكرة العبور لنهائي كأس مصر 2020-2021. سهيلة على الارسال بتعرف توجه حلوة قوي قوي استقبال امامنا كان سلمى عصام اعداد ضرب حائط الصد تتلم صعبة هتعدي سهلة شانس بول للنادي الأهلي فرصة الكسر فرصة الكسر سهيلة ترفع هي تخلص هي تخلص مطرقة في وقتها توجع الملعب السكندري ولمرة جديدة قصة أهلاوية في عالم الكرة الطائرة المصرية موجودة أمامنا هنا أي حمدي الشامي ما بتهزرش وما بترحمش. نقطة جديدة للنادي الأهلي
نقطه الشوط بين ايدي لاعبات النادي الاهلي. طالما سهيله على الارسال بتعرف توجه حلو قوي حلو قوي. ادي كوره وضرب بره 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 الملعب بالمره بدون اي لمس. اذا 25-22 الشوط الثالث من المباراه بعد الشوط اول 25-17 وشوط ثاني 25-11 شوط ثالث 25-22. زي ما قلنا من البدايه اي تفوق هيكون وهمي والافضليه اهلاويه بالثلاثه في هذه المباراة يحجز مقعده في الدور النهائي من بطولة كأس مصر وينتظر القادم فيما بين الصيد والزمالك في نصف النهائي الثاني في هذا اليوم. مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي العظيم ومجلس إدارته والجهاز الفني للنادي الأهلي وكل اللاعبات اللي أدوا بالشكل المطلوب المرغوب فيه في مباراة النهاردة رغم الأزمات وانقطاع الكهرباء، إلا أنه النادي الأهلي عرف يسير المباراة كيفما يشاء. فوز وتفوق.